بسم الله، باسم جمعية المهندسين المصريين بالوحدة للسادة المهندسين. طبعا دي أحد فعاليات شعب الكهرباء الاجتماعية لاستكمال سلسلة الدورات التعليمية الخاصة بلو كارنت وأصبح طبعا المهندس ساشر رمضان ربنا يبارك فيه طبعا متابع معانا الفعاليات. الفعالية الأولى كانت شديد تأثير ما شاء الله، إقبال الناس كان قوي جدا على صفحات النت ولذلك فإحنا تابعنا السلسلة نظرا لرغبة الجماهير اللي كانت بتتواصل علينا على الصفحة بتاعتنا. طبعا احنا المحاضرة بتاعتنا بتبقى لايف بنسجلها وبعد كده بنبعت المادة العلمية على الريجستريشن انفورميشن اللي مسجلها على التابلت اللي بره على حضراتكم. طبعا بالنسبة للمهندس اتفضل. الله يفيدكم سامح، اتشرف جدا ان انا يعني كان لنا لقاء قبل كده في جمعية المهندسين والحمد لله رب العالمين، يعني استفدنا كتير جدا من الناس اللي كانت حاضره. انا دايما بستفيد، انا جاي استفيد منكم، يعني دايما احنا كمهندسين بنحاول نستفيد من بعض. فان شاء الله تبقى المحاضره كده تبقى ان شاء الله دمها خفيف ولذيذ، يعني عارف انت مش المحاضرات اللي هي التقليديه ان انت بتيجي تاخد ساعتين وقاعد كده مخنوق من المحاضره. هتخنق مني شويه كده بس لما نشوف هنبدا نشتغل ازاي. اولا اعرفكم بنفسي، انا اسمي اشرف رمضان، انا استشاري كهرباء ومحاضر هندسه كهربائيه تقريبا من 10 سنين يعني. والحمد لله رب العالمين، انا يعني خلال ان شاء الله اشهر اناقش الدكتوراه الخاصه بيا. الدكتوراه بتاعتي في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه المتجدده بصفه عامه. ان شاء الله النهارده نبدا نتكلم عن اللو كارنت. ان شاء الله نبدا نتكلم عن اللو كارنت. قبل ما ببدا دايما بحب اشوف الناس اللي موجودين معانا في المحاضره تخصصاتهم ايه، وبناء على هذا التخصص او شغله ممكن واحد يقول لي انا والله طالب، او واحد تاني يقول لي انا فريش جرادويت، واحد يقول لي انا شغال مهندس سيلز، واحد يقول لي انا شغال كونتراكتور، واحد بيقول لي انا شغال استشاري، واحد يبقى جاي زي الراجل اللي قاعد ده يقول لك انا شغال صيانه في الكاميرات بره وعايز اتعلم شويه حاجات. فاحنا عايزين نعرف كل واحد بس يعرفنا بنفسه، يقول لي اسمه بس وهو طالب او مهندس فين. فنبدا بالباشمهندس. اهلا بينا طيب. اهلا وسهلا بينا. طالب طيب. اهلا وسهلا بينا. احمد الفتي خريج قوى كهربائيه. اهلا وسهلا بينا. دايما بتوع باور على فكره ما بيحبوش الشغل اللو كارنت، يعني ان شاء الله هنخليهم النهارده تبدا الامور. لان انت لما تطلع تشتغل كونتراكتور او تشتغل سبلاير ممكن تطلع انت اخر هندسه كهربائيه تطلع تشتغل في انت باور اصلا وتطلع تشتغل لو كارنت، او ممكن تشتغل الاثنين تمام. فلازم تبقى انت مولد، انت في الاخير مهندس كهربائي مش مهندس قوه كهربائيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. على فكره احنا دايما برضه بنحاول يعني في المحاضرات الاولانيه بتبقى الشرح يعني بسيط عشان يوصل لكل المستويات. مش شرط ان انت تبقى انت قاعد بتاخد محاضرات باور سيستم ديستريبيوشن او لو كارنت او طاقه شمسيه تبقى انت لازم تبقى مهندس كهرباء. في ناس واخده الفكره دي يقول لك لا هو ده خاص، الاعلان ده خاص للناس بتوع كهرباء، الراجل بتاع معماري. ودي حاجه يعني احنا يعني بتبقى تعبانه شويه. مهندسين الكهرباء دايما مديرين المشاريع بيبقوا معماري او انشائي في السايت، مدير المشروع بيبقى معظم الشغل طبعا بالذات في مجال الكونستراكشن يعني في المقاولات بصفه عامه تمام، لان هو اساسه اصلا يعني شغل المقاولات اساسه بيبدا معاك الكونستراكشن والمعماري، فبيبقى هو مدير مشروع. فهو مش معقول يعني ان مهندس معماري او مهندس انشائي كمدير مشروع مش ملم بشويه كهرباء وشويه ميكانيكا عشان هو يبقى المدير بقى وبتاع. فلازم يبقى هو ايه ملم بالمعلومات شويه. احنا نتشرف بيك يا باشمهندس. مهندس عبد الله الفضلي، مهندس كهربائي شركه مقاولات. اهلا وسهلا. مهندس ميكانيكا. اهلا وسهلا. اكتر الناس على فكره ليهم لينك مع بتوع كهرباء ميكانيكا. مهندس كهرباء وميكانيكا دول يعني توأم روح. مهندس. مهندس كهرباء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كله بيقول مهندس كهرباء ما بيقولش التخصص يا جدعان. في حد باور هنا؟ حد يقول لي انا كهرباء عامة. اتفضل يا باشمهندس. صاحب بتاعي مهندس كهرباء مدينة الأمير سلطان. مدينة الأمير سلطان، أهلا بيك. باشمهندس. خالد في الاتصالات السعودية. أهلا وسهلا بالاتصالات السعودية. شرفتونا والله. أنا مش عارف أتكلم بقى في اللوكال دلوقتي. شرفتونا باشمهندس. أيمن حسن مهندس كهرباء استشاري.
اهلا وسهلا. طبعا هي مش نوع من انواع الغلاسه مني، انا هبدا بس اوزع على الناس ورقه كده صغيره فيها ثلاث اربع اسئله عن اللو كارنت. يعني انت جاي تاخد كورس، على الاقل تبقى انت عارف الكورس ده هيتكلم عن ايه، عشان كده انت جيت. يعني انت عايز تاخد معلومه عن الكاميرات المراقبه مثلا، سي سي تي في مثلا، وعايز تاخد معلومه عن الفاير الارم. انا هدي لك هوزع ورق، معلش القصه دي لمده 5 دقائق، انت تكتب بس اسمك وتقول لي والله معلومه صغيره كده عن السؤال لمده 5 دقائق بس، ولو عايزنا نغششك هغششك برضه. وخلي الورقه دي معاك تمام، جاوب فيها. وبعد ما احنا هنبدا نخلص ان شاء الله المحاضره خالص كده، هتبقى ان شاء الله انت قدرت تعرف داتا كتير عن الاسئله اللي موجوده في الورقه. الشرط الوحيد بتاعنا في المحاضره يا شباب ان انتوا تبقوا متفاعلين معانا، يعني احنا هنبدا نشرح والناس تبدا تقول والله انا مش عارف المعلومه الفلانيه، نبدا نناقشها اكتر. بس بقول لك مش هاجي تاني خلاص، انت بتفهم تحتنا ايه؟ تليفون جوال؟ اه جوال. شوف الحركه بتاعت الامتحانات دي اللي قبل من الجمعيه اهو، ما كانش هتطلع دي. خلاص ضاع من 5 دقائق 3 دقائق يا شباب.
نستأذن باشمهندس بس ياخد الورق من الناس. ناري انا دش هنشوف. خلينا نشوف دلوقتي ايه المعاني. ايش الورق بس يطلع كده لقدام. طبعا اللي احنا بنعمله ده نوع من انواع العصف الذهني، عايزين بس الناس تبدا بس يعني ايه يعمل فوكس كده، يركز، يبدا يشوف احنا هنشتغل على ايه. طيب خلينا نسال طبعا هنسال الناس راندوم كده، يعني كل واحد يبقى قاعد مستعد ما حدش ينام. ممكن فجاه كده تاني مساله، انا هسال اول سؤال لكل الناس، هسال اول سؤال يعني ايه لو كارت؟ يعني انت جاي دلوقتي تقول لي انا هاخد مثلا زي طاقه شمسيه، يعني ايه طاقه شمسيه اصلا؟ جاي اخد مثلا باور سيستم ديستريبيوشن، انا عايز بس امسك الجزئيه بتاعت اللو كارنت. وليه سموه لو كارنت؟ في ناس بتسميه لو كارنت وفي ناس بتسميه لايت كارنت، صح؟ هل الاثنين دول يعني صح ولا ايه المصطلح الصح؟ وليه سموه لو كارنت؟ ليه ما سموهوش لو فولتج مثلا؟ ليه ما سموهوش هاي كارنت؟ يعني ايه الاسم؟ دايما احنا دايما بنبص ايه؟ بندخل في الديتيلز، عايزين نعرف اول حاجه عندي ليه انا سميت الكورس لو كارنت، او ليه كل الناس بتسمي الكورس كورس انظمه التيار الخفيف، انظمه التيار الخفيف. يا باشمهندس محمد. باشمهندس كده حاجه دلوقتي باشمهندس. الحمد لله. انت كده هخش اتكلم بقى. فانا عايز اعرف اول حاجه، عايز اعرف من الناس احنا سمينا انظمه التيار الخفيف ليه انظمه التيار الخفيف؟ لو كارنت يعني ايه كارنت اصلا؟ حد يعرف يعني ايه كارنت؟ تيار. يعني ايه تيار؟ طيب الناس اللي حاضره كانت معانا المره اللي فاتت، احنا اشتغلنا يعني ايه تيار ويعني ايه فرق جهد ويعني ايه باور. ممكن ترجع ان شاء الله للمحاضره اللي كانت مسجله لايف، لان البيزكس الاساسيه بتاعت الكهرباء. طب انا عايز اسال سؤال، هل اللو كارنت تعتبر تبع انهي قسم في الكهرباء؟ هو كهرباء ولا مش كهرباء اصلا؟ هو يعني اقرب للالكترونكس ولا للاتصالات ولا للباور ولا للشبكات والتحكم؟ الناس كتيره كانت بتقول اللو كارنت ده كان يعني واحد يسال الناس اللي بره الميان خالص يقول لك اللو كارنت ده مين بيشتغل؟ هل هو مين يعني كهرباء باور ولا كهرباء بصفه عامه ولا كهرباء تحكم واتصالات او تحكم وحاسبات يعني الاقسام هنا بتختلف طبعا. فمين بيشتغل الكورس او مين المهندس او مين اللي احنا نقدر نقول اللو كارنت رايح له اكتر؟ اتصالات الكترونكس. في ناس كتيره جدا قالت ان هو اتصالات، وفي ناس بتقول الكترونكس اقرب، وفي ناس بتقول دلوقتي هو الاصح دلوقتي القسم ده كله رايح كده اللو كارنت رايح لقسم الشبكات الاي تي تمام او النتوركينج بصفه عامه. حد يعرف ليه؟ ليه انا كنت في الاول بقول ان ده كهرباء وفي الاخر جاي دلوقتي اقول ان ده يعتبر يعني نتوركينج شبكات؟ وانا عارف ان قسم يعني قسم نتورك قسم من الكهرباء، بس ليه هو رايح دلوقتي للشبكات اكتر من الاول دلوقتي؟ يعني ايه دلوقتي يعني؟ كان ايه زمان؟ انا عايز اطلع اللي جوه الناس. يعني في باشمهندس قال لا عايزين نكتب كلمات كده ونعمل عليها فوكس. يعني المفروض نشرح من السلايدز، بس انا بحب دايما كده اعمل عصف ذهني عايز نشتغل معاه. عايز المهم ان انت تاخد ساعتين ولا ثلاثه، المفروض هم بيقولوا لنا ساعه واحنا هناخد اكتر من كده ان شاء الله، بس يبقى انت شغال معايا وحاسس نفسك كده متجاوب معايا او متفاعل معايا. باشمهندس قال لا انا ما اعرفش يعني ايه لا. ماشي ممكن من زمان كان انالوج معظم الاستيراد. انا عايز الكلام ده يا شباب، انا عايز الكلام ده يا باشمهندسين. هو بيقول لك زمان كان انالوج، خلي دي انالوج وبقي ايه دلوقتي يعني؟ اي بي ديجيتال. هو يعني زمان ما كانش في ديجيتال، لا كان ديجيتال كان في ديجيتال. عشان بقى نبدا نجاوب واحده واحده، كان في ديجيتال ما كانش في تطور. بس لا مش قصه تطور، هو التطور موجود. وهنعرف دلوقتي ايه الانالوج والديجيتال يا شباب، حته مهمه جدا
في كورس اللو كارنت انا يمكن مش هف... يعني مش هدخل قوي في في السيستمز ان شاء الله هوري لك كده في اخر المحاضره ان معانا سنجل لاين دايجرام او بيسموه ريزر دايجرام لمشروع كامل لكل الانظمه هنبص عليها ان شاء الله في اخر نص ساعه. لغات برمجه تمام؟ لغات برمجه هل لغات البرمجه مرتبطه معايا زي ايه لغات البرمجه؟ في كونفجريشن صح في كونفجريشن الكونفجريشن ده بيتم ازاي؟ بروسيسنج هنا تغير نعم بروسيسنج هي بروسيس يعني ايه بروسيس؟ معالج لا اه هات بروسيس بروسيسور انا هاخد بروسيسور انا هاخد بروسيسور هنشوف دلوقتي المصطلحات دي لازم تبقى عارفها كويس جدا في الكورس اللي هو كرر انا مش هبدا اقول لك السي سي تي في وتعالى وادي كاميرات اهي تمام وادي ان في ار او دي في ار وتعالى خلاص هو ده الكورس اللي هو كرر احنا هنبدا واحدة واحدة تمام؟ لسه رجعوها هنبدأ واحدة واحدة نفهمك أساس الكورس البيز اللي أنت تقدر من خلاله تشتغل كل الأيتيمز بتاعت النوكران يعني أنت هتقدر إن شاء الله من خلال البيز تعرف فالارم سيستم تقدر تعرف سي تي في سيستم تقدر تعرف تليفون وداتا أكسس كنترول تقدر تعرف ماستر كلوك سيستم تقدر تعرف ام اي تي في هنعرف السؤال اللي كان موجود في الأسئلة الأوديو فيجوال سيستم الببليك ادرس النير سكول البيلدينج مانجمنت سيستم او الدي ام اس تمام وهناخد كمان الباركينج سيستم كمان فكل الانظمه دي الاساس بتاعها حاليا بي واحد اللي هو عايزك اول حاجه بتعملها زي ما انت كان معاك ورقه وقلم تكتب ان كل شغل اللو كارنت دلوقتي احنا عايزين نعرف حاجتين قبل ما ندخل في التفاصيل انا عايز اعرف اسمه لو ايه لو كارنت ليه لو كارنت ليه لو كارنت لو انت بصيت لو انت بصيت على اي ديفايس في الانظمه دي هتلاقيه بياخد تيار قليل بالبلدي كده تمام بياخد تيار قليل وديود قليل يعني انت لو بصيت على اي كاميرا او على اي سنسور من السنسورز اللي احنا بنشتغل عليها احنا اي حاجه هنحولها دلوقتي لسنسور بس ممكن يبقى ليها اسم مختلف في السيستم بمعنى يعني مثلا في الفاير الارم انا ممكن اخد بسميه سموك في ناس بتقول عليه سموك سنسور في ناس بتقول عليه سموك ديتكتور بس هو في الاخير حاجه بتسنس حاجه معينه يبقى انا عايز اعمل ديفايس يحس مثلا كميه ميه طالعه رايحه جايه ارتفعت نزلت في خزان الناس بتوع ميكانيكا تمام عايز احط ليفل سنسور بتاع ميه فده سنسور في الاخر فهو في الاخير عباره عن ايه؟ عباره عن حساس يبقى احنا هناخد معظم الحاجات وهدي لك دلوقتي البيز اللي انت تمشي بيها في كل الانظمه باذن الله تعالى فلو كارنت ايه اساس كلمه لو كارنت لان معظم الانظمه اللي احنا قلنا عليها دي سواء كانت سي تي في او الفاير الارم او الاكسس كنترول سيستم اللي احنا هنقدر نوضحها دلوقتي الديفايسز اللي بتشتغل جوه السيستم كله تمام بتاخد تيار قليل جدا فسموه لو كارنت سموه ايه؟ لو كارنت وبتتعامل مع جهود صغيره الجهود دي اخرها يا شباب لحد 24 فولت اما احنا لما بنيجي نشتغل في الباور يقول لك في ميديوم فولتج وهاي فولتج وهاي باور ولو باور ومش عارف طب الكلام ده من المحاضره اللي فاتت الناس اللي كانت حاضره في محاضره الباور او اللي مش حاضره ده ياثر معايا في ايه يا شباب؟ في الكابلات هل انت في مره شفت كابل مثلا هل شفت كابل لو كارنت الكروس سكشن اريا بتاعه كبير مثلا؟ اه تمام؟ امتى شفت دي؟ هناخد بقى الحاجات دي لو انا مش ببص على الكابل اللي هو ايه مجموعه من الكابلات او حزمة الكابلات او ان انا ابص على الكابل اللي هو الكابل ده اي سي ولا هناخد تفاصيل بس غالبا معظم شغل اللو كارنت بيبقى الكروس سكشن اريا بتاع الكابلات صغير او كابلات الكنترول بصفه عامه تمام او كابلات اللو كارنت بصفه عامه بيبقى الكروس سكشن اريا بتاعها ايه صغير ده معناه ايه؟ معناه ايه في الكابلات ان الكروس سكشن اريا يصغر معناه ايه؟ ان التيار بيقل ولا بيزيد؟ هسال الاستاذ ورا الكروس سكشن اريا بتاع الكابل لما يكون صغير الكابل رفيع يتحمل تيار كبير ولا تيار صغير؟ صغير يتحمل تيار صغير يبقى معظم الاجهزه او الانظمه اللي هنشتغل عليها في اللو كارنت بتتعامل مع تيارات تمام صغيره وبتتعامل مع جهود صغيره يبقى الجهد اللي انا هتعامل معاه تمام اللي هو هيغذي الكنترولر اللي احنا هنسميه الكنترولر دلوقتي تمام ده اخره 24 فولت طب لو التيار صغير والجهد صغير وبالتالي هتبقى الباور صغيره الباور ايه؟ صغيره فهو عباره عن ديفايسز او سيستم تتعامل مع تيارات صغيره وتتعامل مع جهود صغيره وبالتالي الباور كلها تحت الديفايس بتبقى ايه؟ صغيره فده معنى ايه؟ لو كارنت طب ليه انا من شويه قلت والله هو اللو كارنت راح للشبكات اكتر؟ حد يعرف؟ لا
يبقى اول اجابه قلت اللي قلت على اول سؤال ليه اسمه لو كرم. خلاص الثاني ليه انا قلت رحت للشبكات، عايزك تكتب الكلمه دي. معظم الانظمه اللي هنشتغل عليها بقت بيسموها اي بي بيزد، عايزك تحفظ الكلمه دي في دماغك كويس جدا. اي بي بيزد، اي بي بيزد. يعني ايه اي بي بيزد؟ حد يعرف؟ انترنت بروتوكول. طيب الناس لو كانت لو الناس اللي موجوده معظمها هو انا شايف ان هم مهندسين باور صح؟ في حاجه احنا خدناها او بناخدها دايما في الباور يقول لك الاي بي. ايه الاي بي في الباور؟ ايه الفرق بين الاي بي في الباور والاي بي اللي احنا بنقول عليها هنا؟ الاي بي في الباور حمايه، اللي هي بيسموها ايه؟ خدناها لاند سبورتيشن اللي هي ايه درجه الحمايه، اي بي 67 اي بي 50 مش عارف 2 اي بي مش عارف كده. زي ما قلنا الاي بي دي تمام، الاند سبورتيشن بتبقى رقمين، واحد بيبقى الحمايه ضد الليكويد وواحد بيبقى ضد ايه؟ السوليد. تمام، وده بيبقى موجود على اي موبايل، موجود على اي لوحه. يعني انا مش معقول احط لوحه باور داخل مبنى محطوطه في تكييف تمام ليها اي بي يبقى عالي جدا. ليه؟ انا عايز الاي بي العالي ده فين؟ عايز الاي بي العالي في الشارع مثلا، احط لوحه في الشارع، عايز اتحمل او في الاوت دور، عايز تتحمل اولا تتحمل التراب، التراب الصغير اللي بيدخل جوه اللوحه ممكن تتعرض لمين؟ لميه، ممكن تتعرض لضغط تحت الميه، الكشافات انت بتشوف الكشافات اللي بتطلع في الارض دي انت بترش عليها وما بتتاثرش، يبقى الاي بي بتاعها بيبقى ايه؟ عالي، بيبقى عالي. برضه نفس القصه لما نيجي ندخل في الكاميرات هيقول لك في كاميرات اندور واوت دور تمام؟ كاميرات اندور واوت دور، هندخل في الاي بي في الانكلوجر بتاع الكاميرا تمام؟ بس انا هنا مش عايز الاي بي دي عشان الناس يعني ايه ما يحصلش كونفليكت من الاول، عايزك تركز لان كل تخصص ليه شويه مصطلحات كده تمام. فانا دلوقتي اي بي معناها ايه بقى؟ انترنت بروتوكول. اسال باشمهندس يعني ايه بروتوكول؟ ايه ستاندرد لغه التفاهم. لغه التفاهم، حد ليه تعريف ثاني؟ في نظام بيمشي عليه بروتوكول هي مجموعه من القواعد تمام اللي بتحكم بروسيس معينه. يعني انا عايز اعمل بروتوكول تمام، هنقل بيه بيانات تمام، يبقى انا هعمل مجموعه من القواعد احكم بيها عمليه النقل، فسميت الكلام ده ايه؟ سميته بروتوكول. طيب يعني ايه الانظمه بتاعت اللو كارنت رايحه؟ لان هي تبقى اي بي بيزد. يعني دلوقتي كل جهاز انا بكلمه بديله رقم، والرقم ده رقم يونيك يعني رقم وحيد. يعني دلوقتي داخل الشبكه هدي الكاميرا الفلانيه رقم معين واحد، المفروض واحد ده ما يتكررش داخل ايه؟ الشبكه، داخل الشبكه او داخل اللوب اللي انا هشتغل عليها. هنعرف دلوقتي هنعمل الترقيم ازاي، او هنعمل كلمه قالها الباشمهندس من شويه اللي هي ايه؟ كونفجيوريشن. كونفجيوريشن الكلمه دي مشهوره جدا في شغل اللو كارنت. الكونفجيوريشن ازاي اعمل كونفجيوريشن لديفايس؟ ان انا بوصف او بدي تعليمات بتوصف حال الراجل ده بيشتغل ازاي. يبقى اول معلومه احنا عرفناها يا شباب، عرفنا ان اللو كارنت هو بيتعامل مع التيارات الصغيره والجهود الصغيره، وبالتالي بتبقى الباور اللي هو بيتعامل معاها في الانظمه دي صغيره. الحاجه الثانيه احنا قلنا والله هل هو اللو كارنت ده قسم فيه بيشتغل بتاع الباور ولا بتاع الكهرباء بصفه عامه ولا بتاع الاتصالات والالكترونيات ولا بتاع الشبكات؟ هما كل الناس دي ينفع يشتغلوا، بس هو رايح دلوقتي السكشن ده رايح اكتر للنتوركينج، لان هو كل ديفايس من الديفايسز دي بيحاول يديله ايه؟ اي بي. واحنا عرفنا اي بي معناها ايه؟ انترنت بروتوكول، ده رقم وحيد لا يتكرر الا للديفايس ده بس في الشبكه. طيب كويس جدا. طب السيستم بصفه عامه من احد الانظمه اللي احنا هنشتغل عليها دي بيتكون ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو انا خدت اي نظام في عندي توبولوجي. توبولوجي يعني حد يعرف يعني ايه توبولوجي؟ الشكل يعني الطبوغرافيه العامه اللي احنا ممكن او الدايجرام العام اللي احنا ممكن نشتغل عليه. يعني احنا في الباور كنا بنقول ايه؟ في عندي سورس، سورس مصدر بيدي، وفي عندي لود تمام حلو بياخد، وفي عندي ميديا. نفس القصة هنا، أنا لو عايز أشتغل باللو كارنت هيبقى نفس الموضوع. في عندي هنا مصدر
المصدر ده هو اللي هيدي البيان. تمام؟ وفي عندي حاجة هنا هتاخد هذا البيان. تمام؟ طيب وفي هنا عملية في النص اللي هي بتربط بين الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ في عندي يا شباب حاجة بيسموها السنسورز. اللي هي ايه؟ الحساسات. أنا في عندي حساس سنسور هيحس بإيه حسب التطبيق اللي أنا هشتغل عليه. يعني أنا بشتغل في إنذار حقيقي وأنا عايز أحس دخان مثلا سموك، عايز أحس هيت. تمام؟ يبقى أنا إيه؟ بحس الحاجة دي من خلال سنسور. طيب هيبدأ يدخل السنسور ده بيدخل الداتا بتاعته أو الحاجة اللي هو جايبها المعلومات دي يدخلها لمين؟ يدخلها للبروسيسنج هنا. أو بروسيسور. معالج او التعريف الاصح ليه او المسمى الصحيح ليه كنترولر. كنترولر يعني ايه كنترولر؟ متحكم. يعني متحكم. يعني انا لو عندي مثلا الدي بي ار او الان بي ار في الشبكات او السويتش او الراوتر، انا اقدر اقول ده نوع من انواع المتحكمات. لما اجي اربط مجموعه من الساعات عشان اعمل مثلا ماستر كلوك سيستم، بربطهم في ديفايس في الاخير. الديفايس ده عباره عن ايه؟ كنترولر. يبقى انا اي جهاز هشبك عليه شويه من السنسورز هيحسوا له حاجات معينه، يدوني الاوامر داخل مين؟ الكنترولر. الكنترولر ده بيعمل عمليه بروسيسنج. بيعمل عمليه ايه؟ بروسيسنج. هندخل بقى في الكلمه اللي قالها الباشمهندس من شويه اللي هي ايه؟ هل السنسور ده السيجنال اللي هيحسها نوعها ايه؟ ايه نوع السيجنال؟ يعني انا ممكن دلوقتي احس دخان، اخد شطه دخان كده من اي مكان فيه سموك. السموك دي بحولها لايه؟ انالوج او ديجيتال. بحولها لانالوج او ديجيتال. فهي سموك تنفع تبقى ديجيتال؟ لا. يبقى انت لازم تبدا تفكر بقى قبل ما نتكلم، نقول والله في حاجات انا ممكن اخدها انالوج وفي حاجات ممكن اخدها ديجيتال. بمعنى لو انا مثلا عندي ليفل سنسور مثلا بتاع ميه، بقيس مستوى ميه الخزان، هل ده ينفع يبقى ديجيتال؟ هيبقى قلنا يا اوف هو ديجيتال يعني ايه؟ ايه الفرق بين انالوج وديجيتال يا شباب؟ انالوج اللي هو بيسموه بالعربي التناظري، اللي هو شكل الساين ويف، ده اسمه ايه؟ انالوج. يبقى القيمه بتاعت السيجنال طبعا زي ما احنا فاكرين ده محور التايم وده الجهد الفي مثلا او التيار. فايه اللي بيحصل؟ كل ثانيه هنا مع اختلاف الزمن بتختلف قيمه الجهود او التيارات اللي موجوده لحد ما يوصل للقمه هنا اللي احنا سميناها بيك، وبعد كده ينزل يوصل للصفر وبعد كده يكمل في السالب. كده عمل ايه؟ عمل سايكل واحده اللي احنا سميناها ايه؟ دوره كامله اللي احنا سميناها ايه؟ وحدة قياس التردد. احنا خدنا التردد اللي هو مين؟ الفريكونسي. يا ريت الناس تكتب الفريكونسي. يمكن الفريكونسي في الاتصالات او في شغل اللو كارنت بيهمنا اكتر من مين؟ من شغل الباور. الناس في الباور شغاله على تردد مثلا الكهرباء هنا 60 هرتز خلاص. ما بيدخلش بقى في قصه الترددات زي الراجل بتاع اللو كارنت. اما انت هنا لا، ده شغلانتك كلها اصلا في الفريكونسي. وزي ما احنا قلنا بقى موضوع الفريكونسي، لو انت فاكر الفريكونسي اللي هو تعريفه بالعربي عدد الدورات الكامله في الثانيه. يعني انا ممكن لو رسمت لك سيجنال كده تقدر تعرف تمام النمبر اوف سايكل بير ايه بير سكند. ده تعريف مين؟ الفريكونسي او التردد. طيب ده شكل الاشاره اللي هي يا شباب الانالوج. طب الديجيتال صفر او واحد تبقى كده؟ صفر واحد تبقى زيرو. لا ده هنا واحد اهو وده زيرو وده واحد وده زيرو وهكذا. طبعا هيبدا يفرق معانا هنا صفر واحد ده بحاجه بيسموها ايه؟ من الحاجات المهمه جدا اللي هاخدها هنا في الكورس بتاعنا او في مجموعه المحاضرات اللي احنا هنشتغل عليها اللي هي الخاصه باللو كارنت، حاجه بيسموها الباند ويدز. حد يعرف الباند ويدز؟ عرض النطاق. عرض النطاق. يبقى انا هاخد، يا ريت نكتب الكلام ده، البي دبليو هنا معناها الباند ويدز. نفس الطول الموجي ولا لسه هنتكلم بقى على الطول الموجي، هنتكلم على الطول الموجي الويف لينز اللي هو الامر. يبقى انا هنا اللي عايز اقوله يا شباب، عايز اقول والله انا عندي في نوعين من السيجنال، النوعين السيجنال دول هم اللي هيدخلوا لمين؟
الاثنين دول هيدخلوا لي سواء كان انالوج او ديجيتال، هيدخلوا لي مين؟ بالبروسيسور المعالج. لو احنا خدنا مثال بسيط، على الجزء بتاع السنسور، طيب وهنا في عندي كنترولر سنسور وكنترولر، وفي حاجه بيسموها الاكتويتر. الاكتويتر ده هو اللي بينفذ، يعني انت دلوقتي خدت سيجنال من حد، خدت سيجنال من سنسور، عايز تنفذ حاجه، عايز تفتح دايره، عايز تقفل دايره، تمام؟ يبقى انت خدت اشاره، واحد بيقول لك ده انت مش عارف في حريقه مثلا، في سموك في مكان معين، تمام؟ دخلت السيجنال دي من خلال السنسور لمين؟ للكنترولر اللي احنا هنسميها الفاير كنترول ارار او الفاير بانل، تمام؟ في الاخير هنسمي كل واحده عليها مسمى، يعني كل سيستم دي الكنترولر ده ليه مسمى، في الفاير الارم ليه مسمى، في الـ في الـ في الاكسس كنترول ليه مسمى، في الماستر بلوك سيستم كنترولر ده ليه مسمى. انا بقول دلوقتي بصفه عامه بيبقى عندي سنسورز، تمام، حساسات، ويبقى عندي كنترولر اللي هي اللوحه اللي هتدي الاوامر. الاوامر دي متاخده بناء على ايه؟ بناء على حد انا سايبه هو عيني هي اللي بتشوف. تمام؟ هو اللي بيكتشف، هو اللي بيديتكت، بيحدد، تمام؟ ولذلك سموه ايه؟ بيسموها الكواشف او الحساسات او الديتكتورز. بعد كده انا اخدت الاشاره دي وانا هاخد، بقول لك دلوقتي في سموك في المكان الفلاني، مش انت المفروض لازم تاخد اكشن؟ تمام؟ هتطلع صوت تصور. تمام؟ يبقى احنا بنحط الساوند بار اللي موجود بتاع الفاير الارم ده بناء عليه، هو خد اشاره ان في سموك في المكان الفلاني، وبعد ما خد الاشاره دخلت لمين؟ للكنترولر اللي احنا هنعرف بقى كل اسم ليه بالتفصيل، وبعد كده عايز ياخد اكشن يشغل ايه؟ يشغل صوت، يبقى الاكتويتر ده هو اللي هيعمل ايه؟ هيشغل النظام بناء على السيجنال اللي انا حسيتها. بناء على السيجنال اللي انا حسيتها. ممكن نمثل الشكل ده بشكل تاني يا شباب، ان انا في عندي بروسيسنج وفي عندي حاجه بنسميها انبوت يونتس واوتبوت يونتس. زي عندي الكمبيوتر مثلا، انا بسجل صوت، انا بتكلم في المايك، المايك ده يعتبر ايه؟ انبوت ولا اوتبوت؟ انبوت يونتس. يبقى انا بدخل فويس بسجل الصوت، وهناخد بقى شغل كبير جدا اللي في عندي ساوند سيستم، وفي عندي كمان اوديو فيجوال سيستم ان شاء الله في السلسله ده هناخده معانا بالتفصيل. لو احنا في المحاضرات او في المحاضره دي احنا بندي بس عناوين، يعني ايه كورس اللو كارنت، او يعني ايه السلسله اللي احنا هنبداها ان شاء الله في اللو كارنت، وبعد كده ان شاء الله بعد رمضان هيبقى في كل اسبوع هيبقى في محاضره سيكشن خاص بي. يعني انت تيجي تاخد اليوم ده هتاخد سي اس تي في بس، هتاخد سي اس تي في، هتاخدها هقول لك دلوقتي هندرسها لك ان شاء الله ازاي بالتفصيل. اللي عايزك تفهمه دلوقتي ان انت عندك كل انظمه اللو كارنت اقدر اقسمهم لسنسورز حساس، وحاجه تدخل تعمل لها كنترولنج او تحكم، وحاجه ايه؟ بتنفذ امر معين اللي هي تعتبر الاكشويتر، او اقدر اقسمها ان هي عباره عن انبوت يونتس وايه تاني؟ وبروسيسنج. ما ينفعش نقول انبوت واوتبوت، لا ينفع، لازم نقولهم بالترتيب. ازاي؟ لازم اقول انبوت يونتس وبروسيسنج واوتبوت، انبوت يونتس وبروسيسنج واوتبوت، عشان اقدر اشوف السيجنال ده انت عامل ازاي. معظم الكنترولرز يا شباب، عشان ما ندخلش بقى في الغويط قبل ما الناس تفهم البيزكس، معظم الكنترولرز بيشتغل من جوه في البروسيسور، بيشتغل انالوج ولا ديجيتال؟ كل البروسيسورز اللي انت بتشوفها في الحياه بيشتغل انالوج ولا ديجيتال؟ ديجيتال. طيب دلوقتي انا مثلا عايز ادخل صوت للكمبيوتر، تمام؟ ادخله ازاي؟ هو الصوت ده اولا انالوج ولا ديجيتال؟ انالوج. يبقى لازم قبل البروسيسور هنا، قبل ما لو انا سميت ده بروسيسور، لازم يتحط هنا يا شباب اتنين كونفرتر بين قبل وبعد البروسيسور نفسه. برافو عليك. هيتحط هنا ايه بقى؟ حد يعرف؟ اي سي دي سي. ايه سي دي سي ده؟ معلش تاني بس، ادي بروسيسور، تمام؟ وادي الانبوت وادي الاوت. انا عايز هنا احط داخل البروسيسنج ده نفسه، تمام؟ في هنا بروسيسور مع البروسيسنج سيستم ده، بيبقى فيه هنا اي سي.
جهاز. يعني ايه اي سي في الاول؟ حد يعرف يعني ايه اي سي؟ الكلمه دي كانت غلط. اي سي هي انتجريتد سيركت، عباره عن شيب شريحه هي بتعمل مجموعه من الفانكشنز. هناخدها ان شاء الله. طيب انا بحط ايه هنا؟ بحط حاجه بيسموها ايه؟ دي سي. ايوه. وهنا دي اي سي. يا ريت تكتب الكلام ده يا شباب، يا ريت تكتب الكلام، هيتكرر معانا كتير جدا في الكورس في كل الانظمه. عشان لما تيجي تدخل بقى على يعني مش هناخد الموضوع سطحيا كوايرنج دايجرام بس زي ما احنا بنعمل في المقاولات كده حاجه خفيفه كده، والراجل اللي هو السبلاير بيجي هو اللي بينفذ كلها. احنا هناخد ان شاء الله ان ديتيل. فده انا بحط جهاز او بحط اي سي بيسموه انالوج تو ديجيتال كونفرتر. برافو عليك. كونفرتر. وهنا بعمل العكس، هو خلاص عمل له بروسيسنج فهي سيجنال طالعه ديجيتال، انا عايز احولها عشان اطلع صوت على السماعه، عايز اسمع. انت بتسمع صوت الاصفار الوحيد؟ عشان انا بنقول دلوقتي الديجيتال صفر واحد وانا اقعد اديها صفر واحد؟ لا، لازم احولها لايه؟ لازم احولها لانالوج تاني. يبقى ده العكس، ديجيتال تو انالوج كونفرتر. ده البيز يا شباب، لازم تبقى انت عارف ايه اللي بيحصل بالظبط في كل الانظمه. اتفضل. هل الايديا هذه ما زالت هي موجوده بعد تقدم التقنيه؟ ما زلنا على الايديا هذه الفلسفه هذه هي اللي راح تبقى الى دائما اللي هي؟ انه ما زالت الاي سي بي سي والانالوج والديجيتال ما طلع في اشياء يعني. لا، هو ده هو الاسلوب اصلا بتاع الكونفرجن التحويل من انالوج للديجيتال ده بيختلف. يعني عشان احول من انالوج لديجيتال ده في كذا كونفرتر بيحول من صفر لواحد لاشاره ساين ويف او العكس. ده في كذا نوع من انواع الكونفرترز، بس هي كتقنيه تحويل هي ثيوري. يعني انا دلوقتي عارف ان البروسيسور دايما بيتعامل كديجيتال اصفار واحد. يعني انا عايز اكتب اشرف، فاكر انت الاسكي كود زمان؟ كان في حاجه اسمها الاسكي كود. ايوه. اهو اكتب اشرف، الناس اللي بتاخد برمجه. الاي دي مش عارف جرافيك 65 بالديسيمال، يروح يحولها هو للديجيتال 0 1 1 0 1 مش عارف. لو انا اخد الكلمه دي كلها داخلها هنا، داخلها لمين؟ للبروسيسور. يبقى لازم الحروف دي او الارقام دي تتحول الاول من حروف او اشارات او سيجنال صوت او رسمه انا برسمها على اي حاجه مثلا جوه البرنامج، وفي الاخر البروسيسور ما بيفهمش غير ايه؟ الصفر والواحد، الزيرو والون، الاون والاوف. تمام؟ يبقى هو التقنيه بتاعته بيشتغل ديجيتال سيستم. يبقى انا بحول اي اشاره بتجيني، يبقى انت لازم تبقى فاهم اي اشاره بتجيني سواء كانت انالوج او ديجيتال. تمام؟ لان في عندي لما نيجي ناخد ان شاء الله في البي ام اس، في البيلدنج مانجمنت سيستم، وده قسم مهم جدا 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 يا شباب. البي ام اس اساسه يقول لك ايه؟ في عندك النقط نفسها اللي انا بركبها على دي دي سي، تمام؟ اللي هي بيسموها انالوج انبوت وفي ديجيتال انبوت. وفي انالوج اوتبوت وديجيتال اوتبوت، فانا بدي لك بيزكس في الاول تبدا بس تفتح لك الموضوع. تمام؟ يبقى انت الموضوع كله، كل السيستم هيبقى عباره عن ايه؟ بروسيسنج يونت، وحده معالجه، وهيبقى في حاجات بتدخل داتا وفي حاجات بتخرج الداتا دي بتنفذ عمليه معينه. او انا اقدر اقولها بحط سنسورز وبجيب كنترولر، الكنترولر ده بيدي حاجه بنسميها الاكتويتور اللي هو اللي هينفذ او هيديني اكشن معين لما انا باخد سيجنال معينه. طيب فهمت يعني ايه انالوج؟ فهمت يعني ايه انالوج؟ يعني قيمه او اشاره بقدر اخدها من اي حد متغيره. تمام؟ طب والديجيتال؟ لا، الديجيتال دي حالتين، يا صفر يا واحد. طب الانظمه دي كلها داخليه اللي بتتعامل مع البروسيسور بتشتغل ازاي؟ بتشتغل بالديجيتال سيستم اللي هو ان انا بحول اي سيجنال داخله سواء كانت انالوج او ديجيتال بحولها ديجيتال. بحولها من خلال انالوج ديجيتال كونفرتر. طب بعد ما عملت لها بروسيسنج كديجيتال بحولها بعد كده لانالوج وبتبدا تخرج عندي. اشوف بقى ايه لو انا مثلا عندي كمبيوتر بشوف صوره على الشاشه بعمل برنت مثلا لحاجه من داخل الكمبيوتر وهكذا. طيب تعالى نبدا نشوف ايه انواع الانظمه اللي بتتعامل او ايه انظمه اللو كارنت بصفه عامه. الناس طبعا لما هنيجي نشتغل في الكورس يقول لك طب انا دلوقتي يعني الكورس هيبقى عباره عن ايه او المحاضرات دي هتبقى عباره عن ايه؟ احنا هناخد تقريبا 10 ايتمز يا شباب، 10 ايتمز. طبعا البي دي اف ده ان شاء الله هيبقى معاكم. هناخد اول نظام اللي هو الفاير الارم سيستم.
نظام انذار الحي. انا عايز بس الناس تطلع من المحاضره النهارده تبقى عارفه ايه الانظمه اللي احنا هنشتغل عليها او ايه المحاضرات اللي احنا هنديها في الفتره اللي جايه. الفاير الارم سيستم، نظام انذار الحريق، او بيسموه نظام الانذار المبكر للحريق. انا عايز اعرف ان الحريق ده هيحصل وبالتالي باخد اكشن تمام، او بعمل صوت تمام معين بدي انذار للناس. في حته مهمه جدا انذار الحريق، في حاجه بيسموها الفاير الارم والفاير فايت. ايه الفرق؟ المبنى قبل ما يحصل. يعني المفروض انت يعني دلوقتي انا عامل ايه مثلا مانوال كول بوينت اللي عاملها على الجدار دي، افرض انا شفت هنا في سموك والديتكتور اصلا مش حاسسها، يبقى انا لازم اصوت الاول الحق يعني الدنيا هتولع. يبقى هو بس مجرد انذار. طبعا انا ممكن بربط بقى، هنعرف بقى بربط بقى السيستمز. يعني انا دلوقتي لو حصل فاير ايه وضع التكييف؟ اشغل التكييف ولا فيه؟ طب المصاعد هيبقى وضعها ايه؟ طب انا بشغل مين؟ طب لو حصل فاير مثلا في باركنج انا عامل مثلا نظام موارد، اشغل ايه عشان يقدر يتحرك؟ الكلام ده كله ان شاء الله هنشتغله بالتفصيل. طيب بعد كده هاخد النظام الثاني اسمه سي سي تي في. حد يعرف يعني ايه سي سي تي في؟ الكلمه بس كلوز سيركت سي سي تي في، كلوز سيركت تلفزيون، كلوز سيركت تلفزيون. النظام ده فايدته ايه؟ نظام مراقبه، عشان انا اقدر اعرف او اقدر اسجل بيانات لحاجه معينه تمام. بقدر اعرف معلومات عن المكان الفلاني، انا حاطط كاميرا مراقبه مش موجود بتسجل لي تمام، وبشوف الداتا دي سواء انا كان لايف معايا او بشوف بعد فتره معينه اقدر اعرف منها ايه اللي اتخزن او ايه اللي حصل في المكان ده. السي سي تي في معناها كلوز سيركت سيستم، كلوز سيركت سيستم. طيب السي سي في كان فيه نظامين يا شباب، فيها كان في نظام قديم تمام اللي هو احنا كنا بنشتغل عليه حاجه بيسموها ايه الكنترولر بتاعه، كان اسمه دي في ار، ديجيتال فيديو ريكوردينج. وحاليا بقي في نظام اسمه ان في ار. اسمه ايه بقى ان في ار؟ دي معناها ايه؟ اختصار ايه؟ نتورك فيديو ريكوردينج. نتورك فيديو ريكوردينج، اهو ده اللي انا عايز اقوله بالصوت. شوف انا قلت لك في اول المحاضره ان السيستم كله بيروح للنتوركينج، كله بيروح لايه؟ للنتوركينج تمام. طيب في الفاير كان في نظام قديم ونظام حديث، حد فاكر؟ انا بحاول انشر دماغ الناس بس. كان في الكونفنشنال وايه الثاني؟ والادريسبل. الكونفنشنال والادريسبل، هو دايما في ناس كتير بتاخد كورسات، بس المهم ان حد يوصل لك المعلومه ويثبت لك المعلومه في نفس التوقيت. يعني زي ما احنا بنقول المعلومات كتيره جدا، ودي مشكله على فكره، دي مشكله مع كل الناس ان المعلومات كتير. يعني انت عارف لو تاخد من مصدرين ثلاثه زي زمان وكتب وبتتعب اقول لك المعلومه بتيجي لك ايه، خلاص انت متلهف على المعلومه. اما واحد قاعد على اليوتيوب نازل يحمل بقى وكتب ومش عارف، وعمره في حياته كل واحد فينا مثلا عنده هاردات مثلا 2 تيرا 50 هارد، يقول لك انا شايلهم للزمن، مش هيجي الزمن اصلا. انا واحد من الناس عندي كميه داتا ما استخدمتهاش ولا بصيت فيها. فالمشكلة دلوقتي أو اللي احنا بنقوله دايما، حاول بقدر الإمكان تبقى أنت موجود مع ناس تقدر تبسط لك المعلومة في وقت صغير، توفر عليك إن أنت تقعد تذاكر خمس ست مثلا ساعات في 10 دقايق مثلا، فأنت بتاخد معلومة جاهزة بسيطة تمام؟ طيب خلينا نبدأ ناخد النظام اللي بعده. النظام اللي بعده اللي هو التليفون والداتا. طبعا ده من أهم الأنظمة اللي احنا اشتغلنا عليها. طبعا في التليفون اللي هو التليفون العادي، وبعد كده دخلنا على مين؟ اسمه ايه الحديث ده؟ اسمه ايه؟ يبقى انت من الاول انا بص عايزك تطلع من الكورس ده من المحاضره دي النهارده تعرف كلمه واحده بس، ان اللوك كرنت رايح لمين؟ احفظ الكلمه دي معايا، اي بي بيز. وهو ده اللي احنا ده اساسنا يا شباب، يعني ده اساس الشغلانه بتاعتنا ان احنا هنروح للاي بي بيز تمام؟ هنشوف طبعا التليفونز، طبعا في كل واحد من الانظمه دي هنبدا نشوف احنا هندرسها ازاي. هنبدا نشوف هندرسها ازاي، بس خلينا نستعرض بس الاسماء بتاعت الكورسات او المحتويات، وبعد كده نبدا نشوف هندرسها ازاي.
الاكسس كنترول سيستم حد يعني ايه يعني ايه اكسس كنترول اكسس بعمل اكسس بدخل او بوصل لحاجه معينه طب ده بيشمل ايه الاكسس كنترول سيستم بيشمل الهاتك لوكس قفل الابواب وفتح الابواب قفل الابواب غرف العمليات مع تمام ايه ده ايه اكسس كنترول هل ده يشمل جوال جيتس البوابات اكسس كنترول ايوه هل ده بيشمل جوال البصمه الفينجر تمام احنا هنبدا ناخد بقى موضوعات كتير جدا على موضوع الاكسسنج مش مهم بس انت لما تروح مصلحه معينه تلاقي مثلا في المصلحه دي في 50 60 ساعه مثلا حاجه حكوميه هل احنا مشغلين واحد يقعد يظبط في الساعات دي ودي جابت 5 دقائق ودي جابت 10 دقائق طب والساعه اللي هناك الحجر بتاعها خلص طب والساعه اللي هنا مش عارف دي انا الساعات الانا اللي هي العارف دي والساعات الثانيه الديجيتال اللي هي بالارقام هل انت متوقع ان كل الساعات دي انديفيدوال كده لوحديها ولا الساعات دي مربوطه ما انت لازم تبدا لما نيجي ان شاء الله ناخد الايتمز دي بالتفصيل لازم في الاول احسسك ايه فايده النظام يعني انا لو ما ركبتش كاميرات مراقبه تقول لي عادي مش مشكله عادي مش مشاكل بس ممكن فجاه في المنشاه دي تحصل ايه مصيبه حد سرق حاجه ولا حد قتل واحد ولا حد عصب اي مصيبه انا لو في عندي كاميرات مراقبه يبقى انا اعمل ايه اقدر اعمل كنترول طب انا دلوقتي لو اي حد يدخل المكتب هنا عندك ولا بيدخل مثلا في غرف الكهرباء هل ينفع انا اسيب غرف الكهرباء تمام من غير ما اعمل على الغرف دي اكسس اي حد كده اي فني او اي واحد من الشارع يفتح الباب ينزل لي بريكر او يعمل لي شورت سيركت على دايره او يعمل لي مصيبه جوه غرفه الكهرباء طيار المبنى يبقى انا لازم اعمل اكسس يبقى انا اقدر اتحكم اقدر اعمل كنترول على شيء معين عشان يديني فانكشن انا محتاجها لان الواحد يقول لك اللو كارنت ده مش مهم يعني انا ممكن احط ايه فاير الارم بس عشان الناس بتوع الدفاع المدني وفاير فايتر الاشتراطات الضروريه بس في ناس ثانيه يقول لك لا انا مش عايز باقي الانظمه ما انت بتاخد باقي الانظمه بناء على اهميه المنشاه اللي عندك اهميه المنشاه اللي عندك طيب الماستر كلوك سيستم ده نظام في التحكم في الساعات المركزيه ده بيبقى فيه كنترولر زي ما قلنا بقدر من خلال الكنترولر ده اظبط كل الساعات اللي موجوده داخل المبنى وبربطها بمين ممكن انا اعمل كنترول ان انا اظبط سيتنج يدوي او ممكن اربطها بمين الساعات جي بي اس الجي بي اس برافو عليك طيب الام اي تي في ايه يعني ام اي تي في واحد قال لك الدش المركزي او التلفزيون المركزي او انا بستخدمه مثلا فين او ممكن انا في البيت عندي اعمل ام اي تي في ممكن مش عارف ايه اكتر الاماكن اللي بتشتغل فيها الام اي تي في تمام اللي هو الفنادق والمستشفيات يعني انت لما اشتغل في مستشفى غير لما انت اشتغل في اريا بتعمل مثلا فيلا الواحد لا هو عايز طبق واحد مثلا وخلاص انت مش عايز اما انت مثلا اشتغل في مستشفى فيه 500 سرير ب 500 غرفه او في فندق مثلا 500 غرفه عندك انا عايز اعمل ماستر انتنا ماستر انتنا تلفزيون مش محتاج ان انا انت لو خلت لو تخيلت ان في سطح مثلا بتاع مستشفى وعندك 1000 غرفه تمام هتلاقي 1000 طبق فوق تتزرع بقى ايه؟ تلاقي السطح كله متغطي تمام؟ مفيش غير اطباق وبتاع ومش عارف لا مش هينفع يعني انا لازم استخدم نظام اعمل ريسيفر واحد تمام؟ او اعمل حاجه بتستقبل لي بحاجه هنسميها انتنا ان شاء الله ال ان بي تمام؟ واحد او اثنين حسب كل بقى قمر انا عايز استخدم مثلا مايل سات ولا عرب سات ولا مش عارف مين اعمل طبقه واحد وبعد كده اعمل نظام كنترول اعمل كنترولر هو اللي بيتحكم ويعمل سبليتنج بعد كده ويوزع على مين؟ ويوزع على الغرف فاللي عايز الناس عشان الناس اللي مش متخصصه ام اي تي في ماستر انتنا ماستر انتنا الانتنا بالبلدي كده بالعربي اللي هي الاريا او الطبق بتاع الدش اللي انت شايفه ده الطبق ده اللي هي في حاجه بيسموها الراس بتاعت الطبق دي بيسموها ال ان بي لو نويز تمام لو فاحنا بنسميها ماستر انتنا تلفزيون هنشوف ان شاء الله في المخططات النهارده قبل ما تمشي قبل ما الساعه تخلص اللي هم مديناها لنا او الساعتين هناخد نص ساعه بس هنبص على مخططات مشروع كامل باذن الله مع بعض. بعد كده الاوديو فيجوال سيستم، ايه الاوديو فيجوال سيستم او الساوند سيستم؟ حد يعرف ايه السيستم ده؟ قاعات الاجتماعات بيتحط فيها ايه؟ بيتحط فيها سماعات سماعات اللي هي اللود سبيكر سبيكرز تمام؟ نظام ترجمه نظام ترجمه في عندنا الداتا شوفر تمام؟ شاشه البروجيكتورز الميكسر اوديو ميكسر
تمام؟ يبقى ده كله بيدخل. في ناس بتسمي ده ايه؟ ساوند سيستم، او بيسموه تمام السماعات بيدخلوها تبع البابليك ادرس، البابليك ادرس سيستم. تمام؟ يبقى النظام اللي بعد الاوديو فيجوال هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. الشاشات، الشاشات ده كله تبع ايه؟ فيديو كونفرنس. الكونفرنسز تمام. الصراحه حضرتك بس بالنسبه للنظام الاوديو فيجوال اي دي سي اللي هو يعتبر الكودر، الاي دي سي اللي هو الديكودر. الديكودر صح. احنا هناخد بقى المصطلحات دلوقتي اللي احنا خدناها دي لسه حاجه لما ندخل شويه. انا مش عايز بس الناس تدخل، لان مصطلحات اللو كارنت او شغل الاتصالات الالكترونيه عالي شويه، فالناس اللي مش متخصصه من اول محاضره يقول لك لا انا مش هحضر كده. فاحنا مش عايزين ندخل في الانكودر والديكودر وازاي بنشفر وازاي بنفك الشفره والكلام ده، هيتاخد بس في كل سيستم لحاله يعني لوحده. تمام دكتور اشرف اتفضل. ادري انا يهمني لك انك ديزاينر، ديزاين كيف مت وانا احضر كاميرا هناخد دي حته مهمه جدا. ما نيجي نشتغل هنا يا شباب اول حاجه هنشتغل فيها الستاندرد. بس القطعه الالكترونيه الستاندرد بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي مثلا انا دلوقتي لما اجي اركب مثلا كشاف واحط جنبه ديفيوزر بتاع التكنولوجي، في حاجه بتحكمني تقول لي والله المسافات بين الحاجات دي ازاي؟ ولذلك انا في المحاضره اللي فاتت قلت اول حاجه بشتغل عليها اللي هي مخططات ايه؟ الكوردينيشن. مخططات الكوردينيشن انت في الاخير بعد ما بترسم او بتشتغل على المشروع بتاعك السقف ده انا بقسم بحط هنا سموك ديتكتور. طب انا عايز احط سموك ديتكتور تاني هنا هينفع؟ لا ده في ستاندرد بيحكمني في المسافات بين كل ديتكتور والديتكتور مثلا سي 5 متر 10 متر 7 متر. هنشوف بقى الستاندرد ده او الكود ده بيقول لي المسافات كام. طب بين السموك ديتكتور وبين مثلا الديفيوزر هيبقى كام؟ بين الكشافات وبين احط مثلا كاميرات مراقبه في ستاندرد هنشتغل عليه ان شاء الله اللي هو بيقول لي المسافات بين كل نظام على الدروب سيلينج او على السقف المعلم. هناخد بعد كده من احد الانظمه وده متخصص في المستشفيات يا شباب النيرس كود، نظام استدعاء الممرضات. ده من الحاجات المهمه جدا الناس تشتغل في المستشفيات او في مستوصفات النيرس كود سيستم. بعد كده هناخد البي ام اس، وده من اخطر الانظمه اللي انت تتعامل معاها، ويمكن معظم الشغل او معظم الناس اللي بتدي يعني كورسات بي ام اس يقول لك البي ام اس ده ميكانيكي. هو اصلا معظم الشغل فعلا انك تتحكم في بمبات او تتحكم في تكييف تمام كبي ام اس، بس انا اقدر اتحكم في لوحات كهرباء. هو النظام نفسه البي ام اس كنترولر ده كهرباء تمام. السنسورز اللي انت بتحطها تمام اللي هي البوينتس اللي احنا قلنا عليها انالوج انبوت انالوج اوتبوت ديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت ده كهرباء. يبقى انت لازم تاخد السيستم كاملا ان شاء الله بالتفصيل على نظام اداره المبنى. هنشتغل ازاي في الكورس او في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. انا عندي ثلاث مستندات مهمين جدا يا شباب في اي مشروع. الكلام ده بيتكرر في الباور وبيتكرر في اللو كارنت، يعني انت لما تيجي تنفذ مشروع ممكن انت تبقى انت سبلاير، انت مورد صح؟ ممكن باشمهندس شغال سبلاير في شركه، هو مورد او بزنس. هو بيبيع بياع وهو بيتكلم عن البرودكت. انا جاي اعرض لك مثلا الكاميرات الخاصه بحالي والمسافات، بعد اقول لك الكاميرات دي والاسبكس بتاعها والكلام ده تمام. طيب ممكن انا ابقى شغال كونتراكتور، انا شغال مقاول، انا اللي بنفذ وبركب الانظمه بتاعت اللو كارنت تمام. ممكن انا شغال ايه تاني؟ كونسلتنت استشاري. يبقى انا استشاري انا بشرف على الراجل اللي ركب تمام. او ممكن انا بعد كده مين؟ الاونر. يبقى انا في اربع اشخاص بيبقوا موجودين في اي مشروع اللي هو مين؟ سبلاير او الفندور البياع ده اللي هو الشركه تمام. في بعد كده الكونتراكتور المقاول، في بعد كده الكونسلتنت، في بعد كده مين؟ الاونر او الممثل المالك تمام. في بعض الاوقات بنشتغل سمارت هوم. هو بص دلوقتي كل التقنيات كلها داخله على سمارت. سمارت هوم اللي هو ايه؟ مجموعه السيستمز دي مع بعض ده بنسموها سمارت هوم تمام. او في ناس بتطلق على البي ام اس سيستم بيسموه سمارت هوم سيستم تمام. هنشتغل ان شاء الله عليها وهنشوف ازاي. انا دلوقتي ده اصلا مش سمارت هوم، دلوقتي الناس كلها شغاله سمارت سيتي. يعني هو يقدر كمان يدخل انظمه ثانيه غير اللي انت بتشتغلها حاليا. في الشغل بتاعنا بندخل مثلا انظمه الري معانا في البي ام اس سيستم، نظام ري ده بروي مثلا الريجيشن سيستم بيدخل معانا. فاي سيستم عايز تدخله تمام في البي ام اس بيدخل معاك فدول انت عندك سيستم. ولذلك احنا دايما بنركز على البيزكس اللي بتخليك تبقى فاهم اي نظام اللي هي السيجنالز والسنسورز والكلام ده اللي احنا نبدا نشتغل عليه. النظام الاي بي اس يعني نظام الاي بي اس اي بي اس اللي هو النظام اللي هو
اللي هو نظام الاناره ده صح؟ مش الاناره اللي هو بتاع شبكات التقويه والكلام ده بتاع زين و الاي ديسو الابلكيشن سيستم اصلا ان شاء الله يعني هنحاول ناخد عنه جزئيه في النتوركينج، لكن هناخد الكمبيوتر النتوركينج ان شاء الله جزئيه ان شاء الله في الاداره اسمه اي اي بي. اي اي بي بالظبط. باشمهندس في برضه اللي هو نظام الباركينج سيستم. الباركينج برضه موجود، هدي لك ان شاء الله نظام الباركينج سيستم بس انا مش كاتبه في السلايدز. هو الانظمه بتاعت اللوكر كتير تمام، بس احنا بندي لك النهارده فكره كده عامه عن اللي هيحصل ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. طب بدرس بثلاث حاجات يا شباب، ثلاث مستويات رئيسيه. رقم واحد، رقم واحد في اي مشروع عندي هشتغل عليه بدرس اول حاجه الايتمز من البيو كيو. بيو كيو معناها ايه؟ بيل اوف كوانتيتيز. اللي هو جداول الكميات. ببدا انا اشوف الوصف زي ما قلنا كده، السكشن مثلا سكشن 16720 ده بيتكلم على الفاير الارم سيستم مثلا، نظام انذار الحريق. هبدا اشوف النظام ده اولا بيتكون من ايه؟ الوحدات بتاعت النظام دي عباره عن ايه وهكذا. طبعا الكلام اللي بيتقال في البيو كيو يا شباب ما بيبقاش الكلام اللي هو ايه؟ فيه كل التفاصيل، يعني هو بيقول لك ايه؟ انا عايز اعمل نظام انذار حريق، وفي عندي مساعد في الرسومات في البلان بعد كده تلاقي مثلا في 10 سموك ديتكتور ومش عارف 2 هيت ديتكتور ومش عارف كام واحد كومبايند اللي هو سموك وهيت مع بعض وحاطط لي كوانتيتيز. طب السموك ده الديتيلز بتاعته ايه؟ هجيب لك اي ديتكتور؟ يعني انت دلوقتي تقول لي هات لي موبايل، هل ينفع تقول لي هات لي موبايل كده وخلاص؟ انا ممكن اجيب لك موبايل ب 20 ريال صح؟ وفي الاخير انا حققت السبيكس بتاعتك او المواصفات بتاعتك ان انا جبت لك موبايل، اما انت لما تقعد تديني مواصفات الموبايل والشاشه بتاعته مش عارف حجمها كام والريزولوشن كام والبروسيسور كام والرامات كام، يبقى انت بتديني ايه؟ بتديني مور ديتيلز. طب الكلام ده بيبقى موجود فين؟ هل بيبقى موجود في جداول الكميات؟ لا. يبقى جداول الكميات بتحتوي على وصف عام وبتديني كميات للايتمز، يبقى انت لما تيجي تدخل فاير الارم لازم تعرف المكونات بتاعت الفاير الارم ايه؟ وتعرف الكميات، تمام؟ طيب خدت مثلا سي الاي بي كلوزد سيت تي في، يعني طبعا انا خدت السيس تي في وبعد كده الاي بي، الاي بي تي في تمام. نظام التحكم في الابواب اللي هو الاكسس كنترول سيستم، نظام الساعات المركزيه وهكذا. يبقى انت لو عندك، لو عندك مشروع اول ايتم بتتعامل معاه رقم واحد توصيل هذه البنود فين؟ في جداول الكميات. السؤال للباشمهندس، هل الوصف اللي موجود في جداول الكميات يكفي ان انا عرفت كل المواصفات الخاصه بهذه الانظمه؟ لا، ده بيسموه شورت ديسكريبشن، وصف كده ايه صغير او سريع لكل ايتم. وفي ناس كتيره جدا من المقاولين بيخطا خطا رهيب ان هو لما بيجي يدخل مقاوله يا شباب بيسعر بناء على جداول الكميات، وفي الاخر بدل ما هو كاتب له مش عارف كاميرا مش عارف الريزولوشن بتاعها كام والفوكال لينز بتاعها كام والكاميرا دي بتدعم مش عارف تصنيف ايه، الكلام ده كله هو متخيل انا هجيب كاميرا زي دي مثلا ب 20 ريال يقول لك ايه الكاميرا؟ يروح يلاقي الكاميرا دي مثلا تمام ب 10,000 ريال من 50 ريال. طب انا اعرف الكلام ده من فين؟ انا ما اعرفش. لا، لما بينزل المناقصه اللي هي بنسميها التندر اللي هي ممكن نكتب عنوان هنا يا اخوانا مستندات الطرح او المناقصات. في عندي ثلاث حاجات لما بتيجي تدخل مشروع لازم تبقى عارفهم كويس جدا. رقم واحد جداول الكميات، يبقى اول حاجه تسال على ايه؟ على جداول الكميات. عرفت؟ طب المبنى ده اللي انا هعمله ممكن ما يكونش فيه كاميرات مراقبه صح؟ ممكن ما يكونش فيه اكسس كنترول، حاجات مش مهمه خلاص. يبقى انا لازم اعرف شورت ديسكريبشن من البيو كيو. رقم اثنين بقى عشان ادخل في تفاصيل المواصفات، المفروض 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 قانونيا رقم واحد لما بيجي يحصل خلافات بين المقاول والاستشاري يقول لك طب احنا نرجع للمواصفات والجداول الكميات. رقم واحد المواصفات، رقم واحد ناس كتير يقول لا رقم واحد جداول الكميات وانا اللي صعبت عليهم. لا، رقم واحد تبدا تشوف المواصفه الخاصه بهذا الايتم عباره عن ايه عشان ما يجيش مقاول يقول لك لا والله انا مش هجيب الكاميرا اللي هي ب 10,000 ريال دي، هجيب الكاميرا اللي هي ب 20 ريال. يبقى رقم واحد المفروض اللي هي مين؟ سبيكس او اللي بيسموها التكنيكال سبيسيفيكيشن، المواصفات ايه؟ الفنيه، المواصفات الفنيه. المواصفات الفنيه دي بيبقى شكلها ازاي يا شباب؟ ده بيبقى عباره عن كتيب كبير. المشكله انت ممكن تروح تشوف مشروع مثلا تلاقي الفيو كيو بتاعته مثلا 20 صفحه مثلا تمام؟
تروح بقى تبص على السبيكس تلاقيها مثلا 3000 صفحه السبيكس. ففي ناس كتيره جدا ومهندسين كتير جدا ما بيبصش اصلا في السبيكس ويقعد كده يروح ايه معاه شويه ارقام بيتصل واحد بتاع فرق الارقام مسعر له وواحد بتاع مش عارف مين يسعر له ويروح حاطط اسعار وفي الاخر يلاقي الاونر تمام اتدبس من خلال المهندس ده هو مسعر له حاجه ب 10000 كانت تتنفذ اصلا ب 30 بدل ما يكسبه لا ده انا خسرته تمام في البند ده. طيب انا المفروض اعمل ايه او احنا هنشتغل ازاي؟ اول حاجه هندرسها لما نيجي ندرس كل ايتم هندرس كل ايتم هنشوف توصيف البند في جداول الكميات. هنبدا ناخد من جداول الكميات شويه مصطلحات وشويه معلومات كده يعرفونا مبدئيا ايه النظام. وبعدين نروح داخلين على ايه؟ نروح داخلين على المواصفات الفنيه. لو انت بصيت هنا تلاقي مثلا سي الملف ده اهو 17 صفحه. واحد هيبدا يوصف لك في ده بيبقى نازل في المشروع والمفروض انت لو انت ديزاينر انت مصمم او ممثل مالك انت اللي بتحط السبيكس دي. وفي مصيبه كبرى بتحصل الناس المصممين بيجيب السبيكس دي بياخدها كوبي بيست من اي مشروع. يعني من احد المشاكل الكبيره جدا اللي بتعمل مشاكل في المشاريع ان المصمم اصلا خد اي كوبي بيست من اي مكان وقال لك يا عم مش هي دي الكاميرات يعني اصلا ممكن يكون اصلا السيستم مش موجود هو حاطط له مواصفه. او حاطط مواصفه غلط او يبقى النظام اصلا اتلغى تمام لان مشكلتنا يا اخوانا في اللو كارنت او في الاتصالات بصفه عامه لازم تعمل اب تو ديت لنفسك بسرعه انت ممكن تصحى بكره تلاقي السيستم اللي انت كنت شغال عليه اتلغى اتغير حصل فيه ابديت تمام والكلام ده هنبدا نشوفه. طبعا لو انت بصيت هنا هتلاقي ايه في الـ في الـ في, الـ في السبيكس كاتب لك هنا الاي بي مثلا سي بي سكيورتي سيستم هيديني الجنرال ديسكريبشن السيشن انكلود هيشمل كذا. انا ان شاء الله هدي لك الحاجات دي حتى لو من دلوقتي للسيستم هديها لك مفيش مشاكل بحيث تبدا انا دلوقتي كمهندس استشاري بدل ما اقعد انا كل مره بيجي لي مشروع ماسك خمس ست مشاريع بقعد انا ايه اذاكر السبيكس بتاعت كل المشاريع واقعد العب فيها. انت هتذاكر السبيكس دي مره واحده بس هتذاكر السبيكس تلعب في سبيكس مره واحده وتعمل هايلايت على الحاجات المهمه. يعني ايه؟ عايز اشوف مثلا في الكاميرات مثلا اللينسز العدسات بتاعت الكاميرا يبقى لازم اشوف واحد دلوقتي راح كاتب لي المهندس اهو جاي احنا جايب مثلا ده دي في ار وهو كان كاتب اصلا في التوصيف ان انا عايز اجيب تمام ان في ار يبقى انت دخلت في سيستم غيره خالص. يبقى لازم ابدا اشوف النتورك فيديو ريكوردر ده يبقى ان في ار يبقى انا كده هشتغل الكاميرات دي كاميرات ايه؟ اي بي. يبقى السيستم كله اتلغى. يبقى انا لازم اعمل هايلايت على الحاجات المهمه بتاعتي. طبعا من احد الحاجات المهمه اللي انت بتلزم بيها المقاول لو انت بقى ديزاينر شاطر تمام لازم تحط الستاندرز اللي انت بتشتغل عليها. حاول بقدر الامكان في الجزئيه دي ارمي كل الستاندرد اللي انت ممكن تلاقيها ليها علاقه عشان يوم ما يتكلم تقول لا نوت از بير ستاندرد نوت از بير كود وارجع بقى للكود 1000 ورقه ولا 2000 ورقه وهات الايتم وارجع يبقى انت كده اصل انت ممكن ما تكونش عامل الديسكربشن او الوصف في حته معينه شاكك فيه بس انت حاطط عندك الكود والستاندرد اللي انت بتشتغل عليها تقدر تلزم الراجل ده ان هو لازم يعمل ايه؟ لازم يجيب الحاجه اللي انت عايزها. طبعا معظم الاختبارات اللي بتتم يا شباب حاجه بيسموها الاندر لابوراتوري اللي هو اليو ال ليستد هتلاقي دايما كلمه يو ال حتى في الباور يقول لك هل السبايس بتاع يو ال ليستد هل حصل عليه الاختبارات بتاعه الاندر لابوراتوري ده اختبار او معمل في امريكا بيتم عليه شويه اختبارات كده ان شاء الله نشتغل عليه. في طبعا الانسي اللي هي امريكان ناشونال ستاندرد انستيتيوت لو انت رجعت بقى تمام وبصيت هتلاقي ادي الريفرنسز كلها انا حاطط له ان انت لازم تبقى ملتزم بالالكتريك اندستريز اسوشيشن اللي هي بي اي اي ولازم تلتزم بالانترناشونال الكترو تكنيكال مش عارف كوميشن ولازم تلتزم بالاي تريبل اي ولازم تلتزم بالايزو ولازم تلتزم انت حاطط له كل الكود اللي انت ممكن ايه عشان تقدر تضمن ان حتى لو انت طلبت من المقاول حاجه يبقى هو انت ايه؟ هتقول له لا والله إيه؟ التمبريتشر دي من احد الحاجات المهمه جدا، ما اروحش انا اجيب كاميرا تتحط جوه الدور بتحمل 20 وانا رايح احطها هنا بره تحمل 90 بره في الصيف. مش هتشتغل. تعمل مشاكل كتيره جدا، لازم نشوف التمبريتشر اللي انا بشتغل عليها. وهكذا هتشوف بقى السبميتلز المقاول بيعمل ايه؟ بيقدم سبميتلز ويقدم حاجه بيسموها وايرنج دايجرام وبيبقى الورنتي من الحاجات المهمه جدا، الضمان ده بيبقى كام سنه؟ سنتين، سنه، خمسه، 10 وهكذا. تمام؟ بقى تدخل بقى على الكاميرات نفسها هل هي اندور ولا اوت دور؟ تمام الكالر دي هل هي دومي ولا شكلها ايه؟ طب هي فيها خاصيه الدي اند رايت ولا لا؟ هل هي بي دي زد ولا مش بي دي زد؟ الكلام ده كله ان شاء الله هنبدا
ندخل عليه بالتفصيل. انا بس حبيت اوري لك بس الستيكس. يبقى ده رقم 2. لما تيجي تشتغل في اي مشروع لازم تشوف مواصفات الكاميرات او مواصفات اللوكال سيستم اللي انت بتشتغل عليه. رقم 3 اللي هو مين؟ الدرون، اللي هي الرسومات او المخططات اللي احنا بنشتغل عليها. يبقى انت دلوقتي بتبدا تراجع الايتم، او انت لو انت بتصمم انت بتعمل ايتم الكلام جداول الكميات، وبتبدا تشتغل على الرسومات اللي هي الدروينج. تبدا تطلع في الاول اللي هم بيسموها التندر دروينج. الرسومات دي ثلاث انواع لو الناس عارفه، تندر دروينج وايه تاني؟ شورت دروينج، واخر واحد اللي هو الاسفلت دروينج. طبعا هنا معظم الناس لما بيجي يشتغل مع سبلاير مثلا كاميرات ولا بتاع، هو اللي بيخلي السبلاير بيعمل له الرايزر دايجرام اللي هو الصواعد. لو انا همشي مثلا في كذا دور هبقى شكل الصواعد ماشي ازاي. طب انا هحط الكنترولر اللي هو مثلا الفاير الارم كنترول بانل دي، احطها في الدور الارضي ولا احطها في الدور الثاني ولا الثالث؟ لما اجي اعمل الكنترولر بتاع هقول لك ادرس احطها فين؟ غرف اللو كارنت. هناخد تفاصيل وايه الستاندرد اللي بيحكمني في الغرف نفسها. هعمل الغرفه دي السايز بتاعها كام في كام، واحط البانلز دي ازاي، المسافات بينها ازاي. الكلام ده كله ان شاء الله هناخده بالتفصيل. درجه الحراره لو سمحت دكتور، ممكن واحده انا ثلاثه علي ايش؟ لا لا لازم ندخل في التفاصيل. لا ولا خلينا خلي الكلام ده انا مش عايز، عشان المشكله في الوقت. انا النهارده بدي لك بس بوضح لك الدكتور 250 كاميرا مسويه المواصفات. طيب بوضح لك بس معلومات عامه عن المحاضرات اللي احنا ان شاء الله هنديها في اللو كارنت، عشان تبدا بس تفتح لك المواضيع، تبدا تبقى انت عارف الكلام ده. وبناء على برضه رغباتكم احنا هنبدا بأنهي سيستم. ممكن اقول والله احنا عايزين نبدا بالسي سي بي. السي سي بي لما نيجي ناخده هندرس في الاول، هندي شرح بقى كامل للكاميرات وتفاصيلها وايه تفاصيل الكاميرات من الداخل، ونبدا نشوف ازاي بنصمم الكلام ده على مخطط على بلان، ازاي نفرش الكاميرات وايه الانجلز اللي احنا بنتحرك فيها، وازاي نختار المكان المظبوط تمام، وازاي نعمل حاجه بيسموها الرايزر دايجرام زي ما قلنا كده، او بيسموه سنجل لاين دايجرام. وبعد كده بقى بتدخل في الكاميرات نفسها السبيكس بقى ايه، زي ما انت بتقول ال 3 اكس دي ولا 1 3 دي، من الحاجات المهمه جدا. الله يخليك يا دكتور، نبدا بالكاميرا. طيب حاضر، ده هيبقى بناء على رغبتكم. احنا عايزين نبدا فاير، عايزين نبدا مش عارف كاميرات، عايزين نبدا كذا، ده ان شاء الله هيبقى بناء على رغبتكم. هناخد ان شاء الله زي ما قلنا كده تفاصيل عن الكلام ده. لما هبدا اشتغل على طول بالشرح مع السبيكس اللي انت شفتها، لان السبيكس هي الاهم. يعني هدي لك مواصفات ايه الاندور وايه الاوت دور، ايه الخصائص بتاعت الكاميرات، ايه الفوكال لينس يعني ايه؟ يعني ايه فوق الفوكال الكاميرا؟ يعني ايه مش عارف الزومنج؟ يعني ايه مش عارف كده؟ يبقى شويه مصطلحات كده ان شاء الله تبدا تعرفهم، وتبدا تشوف الارقام اللي مكتوبه كده، ايه مكتوب على الكاميرا 2.5 مش عارف ايه كده، ايه الكلام اللي مكتوب على الكاميرا. يعني لو بصينا كده على الكاميرا دي كل واحد كده يبص على الكلام اللي مكتوب، يبص على شوف ايه الداتا اللي مكتوبه على الكاميرا. غرف التحكم وين بتكون؟ غرف التحكم، حد يعرف انا بحط غرف التحكم بناء على ايه؟ يعني غرف اللو كارنت مثلا، يعني احط الغرفه دي جنب غرف الكهرباء، ولا احطها فوق ولا تحت، ولا فين في المبنى؟ وهل في فاريشن في الحته دي؟ انا ممكن احرك الغرفه دي احطها في مكان مناسب مثلا للديفايسز اللي انا بركبها الاقرب ليها؟ وهل في ليميت عليا بالذات في اللو كارنت، هل في ليميت عليا في المسافات؟ يعني هل الكابل اليو تي بي ده بيشيل لحد، يعني يمشي لحد كام؟ اتفضل. شركة الكهرباء او الدفاع المدني في بعض الاوقات، يعني مثلا في غرف الكهرباء انا بخلي غرفة الكهرباء دي على الشارع بدايمنشنز معين بابعاد معينه عشان يبقى فيه وليها اكسس من بره المكان، او في حاجه لو فيها التزامات بالدفاع المدني تمام انا بلتزم بيها. لو مفيش يبقى انا ببص بقى ايه الستاندرد، او لو في ستاندرد او كود خلاص. يبقى هي مثلا في كام يو دي بي مثلا يقول لي والله هو الماكسيمم ديستنس مثلا مساحته 90 متر، لانه بيحصل حاجه بنسميها في الاتصالات اتنويشن. يعني ايه اتنويشن؟ مش عايز ادخل، انت بتدخلني كده بالتفاصيل.
دي سي اه برضه الباشمهندس هنا بيقول لي مكتوب على الكاميرا دي سي. طبعا لازم انت تبقى في الاول لو انت حضرت معانا المره اللي كنا شرحنا بالتفصيل ايه الاي سي وايه الدي سي. الدي سي ببساطه كده الدي سي اللي هو الدايركت كارنت، الاي سي اللي هو الالترنيتد كارنت. تمام. طبعا الدي سي انا يعني مثلا زي اللابتوب هنا، اللابتوب واحد يقول لي طيب هو دي سي ولا اي سي؟ حد يعرف؟ دي سي. دي سي هو بيتغذى دي سي، بس انا موصل له اهو الشاحن بتاعه صح؟ وصل الشاحن فين؟ في الكهرباء. هي لو وصلها في اي سي بس هنا في الكنترولر ده. تمام. او احنا هنسميه كونفرتر. تمام. كونفرتر. تمام. هنسميه كونفرتر بلاش ترانسفورمر، لان هو في حته منه ترانسفورمر بس هو في الاخير كونفرتر. دايما في حاجتين شغالين، في حاجتين في حاجه بنسميها كونفرتر وفي حاجه بنسميها انفرتر لمعلوماتك بخصوص الكهرباء. لو انا بحول من اي سي لدي سي بسميه كونفرتر. المعلومه دي مهمه يعني نكتبها كده عليها شويه. لو انا بحول من اي سي لدي سي بسميها كونفرتر. اما انا لما بحول العكس من دي سي لاي سي بسميها انفرتر. والكلمه بتاعت الانفرتر دي مشهوره جدا في الطاقه الشمسيه، يعني في الطاقه الشمسيه اللي في الانفرتر. يعني بحول بقى الكهرباء اللي جايه على الواح اللي هي الدي سي بحولها لمين؟ حسب الاحمال بقى. لو في احمال دي سي تاخد مباشر، لو مش احمال بجيب لها انفرتر. طب كيف بحول الدي سي؟ لا كيف طريقتها دي؟ دي قصه كبيره بقى جوه. لما ندخل في اهو ده برضه يعتبر الكونفرتر والانفرتر نقدر نقول عليه برضه في البوكس الاسود ده اللي قلنا عليه اسمه ايه؟ في الاخير كنترولر. هو في الاخير كنترولر متحكم. هنعرف ازاي بقى؟ ازاي بحول اي سي لدي سي؟ بدخل باخد ترانسفورمر بيحول لي مثلا من 220 ل 20 اي سي، وبعد كده بحول الترانسفورمر ده بحط حاجه بيسموها بريدج او قنطره او بحط الدايودز. تمام. وبعد كده بحط المكثفات والكلام ده، بس ده مش موضوعنا هنا. ده سؤال صغير معلش، بحول الدي سي للاي سي ازاي؟ ده بيجيب حاجه بيسموها تشوبر ترانسفورمر. تشوبر ترانسفورمر ده الكلام ده انا شرحته برضه المره اللي فاتت. يعني هو من احد الحاجات المهمه جدا، لو انا عندي سيجنال كده دي سي، الناس كل الناس تقريبا اللي حد يعرف ايه اشكال السيجنال الاي سي اللي هي يعني الناس ايه واخده ان الاي سي شكله كده وخلاص اللي هو ساي ويف. لا سكوير ويف. سكوير ويف دي ايه؟ اي سي ولا دي سي؟ اي سي. اي سي في ايه تاني؟ ساي ويف. حاجة بيسموها السوتوز اللي هي سايد سايدر والتراي انجل اللي هي المثلث. يبقى انت كده عندك السكوير ويف والتراي انجل. تمام. والسوتوز والساين ويف ده كله من احد اشكال او الاشكال المختلفه لمين؟ من الاي سي. بستخدم حاجه بيسموها تشوبر ترانسفورمر ان انا اقطع السيجنال دي. بعملها ايه بقى؟ بضربها في سيجنال. تمام. او بضربها في حاجه بيسموها بالسز، ودي احد الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها بقى في الاتصالات. البالس نبضه. يعني انا عايز اعدي الباشمهندس بس والغي كل الناس، اعمل ايه؟ اروح جاي مع الباشمهندس كده واعمل له ايه؟ اضربه في بلس، البلس يتحوط عليه اضربه في واحد. اي حد في واحد يديني نفس القيمه صح؟ والباقي ده كله اتضرب في اصفار. اتضرب في اصفار يبقى ده خلاص كله اتضرب. يبقى انا لما اكون عايز اعدي سيجنال معينه بعمل، وهو ده اللي احنا هنبدا نشتغل عليه اللي هو ايه؟ الفلاتر الفلترنج بعمل فلترنج ازاي؟ وهناخد لما نيجي ناخد في انظمه الصوت والاوديو فيجوال يقول لك الاف ام والاي ام والكلام ده الموديوليشن. انا مش عايز ادخل في تفاصيل من دلوقتي. لما نيجي نتكلم بس عن الفريكوانسي موديوليشن الاف ام، نتكلم عن الامبليتيود موديوليشن. تمام. فاحنا هنتكلم عن التفاصيل دي ان شاء الله يعني ان ديتيلز، واي حد عنده اي استفسار في القصه دي ان شاء الله هيلاقي رد وافي ليه. لما اجي اصلا ابعت سيجنال، السيجنال دي لازم انا بلعب في مين هنا؟ في الفريكوانسي التردد. بستخدم حاجه بيسموها كارير اللي هو حامل الاشاره. لازم يبقى الكارير ده الفريكونسي بتاعه عالي عشان يقدر يشيل السيجنال ويمشي بيها المسافه ابعد. تمام. اقدر اعدل الساين ويف او السيجنال بتاعتي بان انا اعدل بشكل الامبليتيود اللي هو القيمه، او اقدر اعدل بشكل الفريكونسي، وبالتالي طلع عندي اي ام واف ام. فالسؤال للباشمهندس عشان بس ما نطلعش من الرد عليه، انا بستخدم كذا تكنيك ان انا احول من دي سي لاي سي. النظام القديم كان بيستخدم حاجه بيسموها تشوبر ترانسفورمر. ترانسفورمر بيبدا يقطع البلصات دي، يقطع المربطات دي اهو، بيضرب هنا في واحد، دي تقعد اهي الواحد، ودي تنزل كده تضرب في صفر. اللي ضربت في صفر ده تبقى صفر. تمام. او ان انا بستخدم بقى، الناس بتوع الكترونكس بيستخدم معظم الديفايسز اللي بتشتغل عليها بتستخدم حاجه بيسموها الموسفت ترانزستور.
موسفت. حد يعرف ايه موسفت ترانزستور؟ لما دول انتوا دخلتوا بقى في التفاصيل تمام. والجي بي تيز تمام والجي بي تي، بس معظم الشغل بتاعنا كان بالكنترولر على الموسفت. ميتال اوكسايد فيلد تمام افكت ترانزستور ده. هناخد بقى الترانزستورز انواعها اللي هي البي ان بي والان بي ان اللي هو الترانزستور العادي اللي بيسموه جي بي تي تمام، وهناخد البيت ترانزستور وهناخد الموسفت ترانزستور. الكلام ده ان شاء الله هنشتغل عليه بالتفصيل ان ديتيل. اللو كارنت كبير ده، اللو كارنت اصلا انا يعني احنا هنعمل ايه؟ السكشن بتاعنا ده احنا هنتكلم، مفيش حاجه اسمها ايه ان انا ادي لك كورس لو كارنت حتى في 50 محاضره. انا عارف تمام، لان الموضوع كبير. انت بس يعني انت ممكن تلاقي الباشمهندس شغال في كاميرات المراقبه بس برضه، ممكن ما يبقاش كمان ايه كواليفايد ان هو يشتغل في الكاميرات. هو مش بيشتغل معلش يعني، هو شغال سيلز بس يعني، هو بيسوق وبيعرف شويه سبيكس كده على الطاير يعني في الكاميرات. هو بيروح يقول للمقاول او للاستشاري او اللي بيشتري منه بيديله شويه داتا على الكاميرات. في واحد تاني لا بيدخل في السبيكس اللي احنا بنشتغل عليها تكنيكال تمام، تكنيكال تمام. في واحد تالت تمام، هو والله بيبقى موجود مثلا مهندس مقاول في السايت وبيجيب سباير هو اللي بيركب له، فهو بيشوف السيستم من بره. فموضوع اللو كارنت موضوع كبير جدا طبعا، استحاله هيخلص مره ولا اثنين ولا خمسه ولا. احنا هنخصص ان شاء الله كل واحده منهم هنخصص لها ان شاء الله يعني محاضره باذن الله تبقى مثلا ساعتين، هتقدر تاخد معظم المعلومات اللي احنا نقدر يعني تفيد كل المهندسين. مش هندخل بقى في التفاصيل اللي هي ايه ان ديتيلز قوي، بس هتبقى تفيدك انت كمهندس عرفت معلومات عن كاميرات المراقبه بصفه عامه تمام. المعلومات دي تقدر تخليك لو انت بقى اشتغلت في شركه مقاولات او شغلت سمايه تقدر تبقى انت فاهم النظام شغال ازاي. مهندس هو دلوقتي افضل نصيحه حضرتك يعني ان الواحد يتخصص في نظام واحد بس. والله حسب ظروف الشغل، انا ما اقدرش انصحك النصيحه دي. انا نصيحتي انا نصيحتي ان انت تبص على الموضوع كامله. يعني ايه؟ يعني مثلا انا مهندس اتصالات والكترونيات اصلا، والماستر بتاعي في اتصالات والكترونيات، بس الدكتوراه بتاعتي في الباور. حاجه غريبه كله. فانت واللي خلاني كده لما اشتغلت انا ممثل ملك في مكان كده هنا في السعوديه، فعندي مشروع كامل فيه لو كارنت تمام وفيه باور، فانا لازم افهم باور ولازم افهم لو كارنت. انا مش بفهم برضه اس اس تي في بس ولا لا، ده انت بيجي لك سبميتال، هناخد الكلام ده ان شاء الله، هيجي لك سبميتال تقديم كده كاميرات مراقبه. مصيبه انت اصلا لو مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ويجي المقاول عايز يدي لك مواصفات اي حاجه وهو ما ذاكرش المواصفات او ذاكرها وبيسترخص، معلش انا اسف الكلمه اللي هقولها دي، بيستحمر اللي قدامه لان هو مش مذاكر المواصفات، فبيجيب له حاجه ارخص وعايز يكسب. والله يبهدلك تمام. بص ده يا باشا كمان في حاجات تيجي تاخد الكاميرا انت لو تربطها بنظام سيستم كامل مثلا مفيش كومباتبل، يعني ايه؟ النظام ده مش متوافق مع ده. تيجي تربط الكاميرات لما شايفينش بعض، او تيجي تربط سيستم ما شايفينش بعض، دي مصيبه. فانت لازم تبقى مذاكر سبيكس كويس، ولازم تبقى النظره بتاعتك شموليه زي ما بيسموها، يعني اعرف شويه كاميرات، اعرف تجارب واعرف باور. نصيحه يعني. لو طبيعه شغلك انت اتحطيت في مكان زي كده، انا في واحد صاحبي طلع من الكليه اشتغل في سي اس تي في بس كاميرات المراقبه، هو يعني استاذ في كاميرات المراقبه. بس اتكلموا حتى في الكابلات اللي بتاعت الكهرباء العاديه اللي هو ما انت برضه الحاجات دي بتخدم على بعض. يعني انت لو فاهم شويه يعني كهرباء كباور بيفيدك حتى في 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 السيستمز كامله. اتفضل. ترى الامن عندنا مزعج، حطيت له كاميرا هنا يقول لا مش عاجبتني. موضوع الديستريبيوشن ده اصلا ان انت توزع كاميرات او هو اللي انت بتمشي بستاندرد وكود، بيجي واحد يقول لك لا انا مش عايز الكاميرا تبص عليا. تدخل شغلي يقول لك انت بتتدخل على مش عارف على شغلي، انت لا غير لي الاتجاه خليها تجيب اللي مش عارف ايه. فاهمني؟ ففي في في متغيرات بتبقى في السايت حسب يقول له حسب الكاستمر، يعني الناس اللي شغاله كاميرات بس هو عدى على مراحل طبعا. يعني بعيدا عن التكنيكال لازم يبقى عندك القدره على المعامله مع الناس. بس انت تقدر تستحمل كل واحد بآراءه. في واحد تاني تقول له انت ماشي، يعني زي ما يمكن انا قلت المره اللي فاتت في الكوردينيشن، لما كنا بنقول كوردينيشن بين ميكانيكا وكهرباء والضغط بتاع مش عارف الميكانيكا والكيبل تريد بتاع الكهرباء، يقول لك انا ماشي المادة وسع لي وسع لك، انا ماشي كده الكيبل تريد انزل شويه عشان الضغط يعدي وامشي مش عارف. هنا برضه نفس القصه، تبقى انت في كاميرات خلاص هي معتمده وهحطها في المكان الفلاني، يقول لك انا مش عايز الكاميرا هنا. طب وش اسوي كده يا دكتور؟ في مثال في مصر بيقول لك انت ايه يعني، بس ما تمشيش في الكلام ده تكنيكال. لو انت عندك اعتمادات امشي بيه، لو ما عندكش اعتماد وهو عمر صغير امشي بدماغك، يعني اربط له الكاميرا في المكان اللي هو عايز. هو عايز يحط الكاميرا هنا.
خليها في المكان اللي هو عايزه. بعد كده هو هيتصل عليك او هيجي لك. مثلا يقول ابو عايز اقولها يقول ابو 5 ميجا يدفع فلوس ثاني. مثلا يقول ابو 5 ميجا بكسل. ما هو عشان مش هي دي المشكله فين. انا معلش يعني ممكن بتلاقي واحد ماسك احدث ايفون وفي الاخر تمام ما بيستخدمش مثلا 2% من الابلكيشنز او الامكانيات بتاعه. واحد جاي مش عارف احدث جهاز وفي الاخر جاي يقول عشان والله انا استخدم اكسل وبعمل اكسل شيت يا عم اكسل ايه يا عم. انت لو جايب بقى يعني اخر جهازك نزل عليه وتشتغل. طب في ستاندر الكاميرات اقدر اقول غصب عليك هذا نظام دولي والكاميرا جنبك في ستاندر في المشاريع الكبيره. اما ما تقولش الواحد مثلا انت واحد بيعمل مثلا فيلا بتاعته ما تقولش ستاندر ولا جول. لا لا هيمشيك ويجيب واحد ثاني من بره هيعمل اللي هو عايزه. لا قطاع حكومي قطاع حكومي لا قطاع اهو ما انت شوف قطاع الحكومي بيبقى فيه سبيكس انت بتلزم بيها وفي قواعد وفي كودز. ايوه طبعا ما يقدرش يقل على مش عارف الريزوليوشن الفلاني في الحته الفلانيه. لازم يستخدم مثلا خاصيه الدي اند رايت. واحد بيسرح بالليل والدنيا ضلمه ما لو الكاميرا ما فيهاش الخاصيه دي مش هشوف اصلا بالليل تمام. يبقى يقول لك لا مش عايز خاصيه الدي اند رايت دي مش عارف ب 500 ريال دي ب 1000 ريال مش عايزها الخاصيه. ما انت كل خاصيه لما تعرف دلوقتي كل تكنيكال سبيكس في الكاميرا بتعلي سعر الكاميرا. ممكن تروح تشتري الكاميرات اللي احنا بنصور فيها دي تشتري كاميرا ب 200 ريال وممكن تشتري كاميرا ب 200000 2000 ريال كاميرا التصوير. بيبقى كل واحده ليها سبيكس هتفرق دي على ايه؟ دي بتصور ودي بتصور. طب هل وين القى الستاندرد؟ في كتاب معين؟ في هدي لك كل الداتا هدي لك كل الداتا اللي انت تقدر تشتغل عليها والستاندرد والكود. انا لو انت يعني عشان بس يعني ما نسبقش الاحداث او ما نحرقش الفيلم لو انت بصيت هنا ان شاء الله يعني الكلام ده كله هيكون موجود مع الناس. هندي لك انا ان شاء الله كل الانظمه كل واحده موجوده معاها. هندي لك السبيكس الخاصه بكل نظام. هندي لك ان شاء الله في نهايه فيها الكابلات بتاعت النظام الكيبلز الخاصه بالسي سي بي الكابلات كتير الكابلات الخاصه بالاكسس كنترول الكابلات الخاصه بالمش عارف بالبي ام اس. هدي لك الكتالوجات بتاعت الشركات. ما انت لازم تبقى عارف ايه البراندات اللي موجوده بره. انا عايز مثلا كاميرا بيكو عايز كاميرا مش عارف هانيويل عايز كاميرا مش عارف ايه عايز كاميرا من الصيني مثلا اللي هي السبيكس بتاعتها قليله وسعرها ارخص كله موجود. وانت لازم تعرف كل السوق. انت مش هتروح تشتغل تقول انا اشتغل في الكاميرا دي بس تمام. حتى لو انت بتشتغل في براند معين لازم تعرف باقي السوق شغال ازاي تمام. هدي لك انا الكتالوجات ان شاء الله بتاعت السيستم كاملا. هدي لك الدوكيومنتس اللي هي ايه السبيكس اللي انت عايزها. الدوكيومنتس دي هتلاقي ملف وورد في كل سيستم في السبيكس. هجيب لك سبيكس من اول ما اخترعوا الكاميرات بالنظام القديم لحد الاي بي. هجيب لك البارالل والادرس والكونفشنال. هجيب لك مش عارف كل السبيكس هتلاقيها في الدوكيومنتس كده. هدي لك البرامج اللي بتصمم. يعني انت دلوقتي عايز اصمم ما موضوع كبير عشان كده عايز اصمم عايز احط سماعات وانا برمي السماعات كده في السقف وخلاص. يعني احط سماعتين هنا ممكن تلاقي الراجل ده سامع كويس وهنا الصوت ضعيف. لازم يحصل حاجه بنسميها بالانسنج تمام. البالانسنج الاتزان تلاقي مثلا في الحرم بيأذن الاذان كل الاماكن تقريبا معظم الصوت موحد نفس ليفل الصوت. ده الكنترولر اللي بيعمله تمام. ده الكنترولر ان انا اقدر اعمل ايفنت لان المسافات هتختلف بتاعت الخدات والاطوال ومش عارف ايه. الكنترولر لازم يقدر يتحكم فيه الديتيلز دي. هدي لك البرامج اللي انت بتصمم بيها حسب كل شركه تمام حسب الشركات. في شركات ليها كمان سايتس معين انت بتدخل بتحط الداتا وهو بيدي لك معلومات كتير بقى عن الحاجات دي. هدي لك بقى ان شاء الله مشاريع كامله فنادق وفيلل ومستشفيات ومش عارف ايه. الكلام ده كله هيبقى معاك اوتوكاد ان شاء الله هيبقى معاك بالتفصيل. سلسله قضيه معلش في نقطه كمان مش اللي هي ده اللي المفروض اللي انت هتاخد. يعني كل ان شاء الله محاضره هيبقى هتاخد سبيكس هتاخد بي كيو الخاصه بالجزئيه دي هتاخد كتالوجات هتاخد ايه البرامج اللي انا ممكن استخدمها في الديزاين تمام. اتفضل باشمهندس. بعض مش بعض كل الانظمه غالبا بيبقى في برضه اجهزه فحص التستنج في الاخير. يعني مثلا دلوقتي بركب كاميرات هل انا لازم اركب الام في ار واقعد الف الكاميرا عشان لا ده في تستر بقدر اشوفه بيتعلق كده بالايد بقدر اشوف شكل الكاميرا واركب واعمل واظبط زي الراجل بتاع الدش فوق كده تمام. ما بقعدش اقول لك حرك يمين حرك لا هو معاه جهاز تستر اصلا بيظبطك تمام وخلاص على كده تلاقي الاشاره بتاعتك. هناخد التستنج سيستم هناخد جزئيه كمان على المينتنس الصيانه. يعني هناخد ايه التكنيكس المستخدمه في صيانه الحاجات دي ان شاء الله هناخدها ايه ناخد عنها فكره ان شاء الله كويسه. يعني انا عايز بس اخر نص ساعه عشان الناس بتستعجل لنا في الوقت. هنقعد كده في النص تمام
وهنفرش شويه مخططات عشان انت تشوف دلوقتي. انت شوف فيديو اللي احنا شفناها في الاكسل شيت، شوف عندك السبيكس اللي هي في الوورد دي، انا جايب لك مخططات برنتد وهنشتغل كده ان شاء الله. هنشوف سيستم قائم في مشروع ونشوف الرايزر دايجرام بيتوزع ازاي وبيشتغل ازاي. لو انت بدات شوف مخططات اصلا مرسومه وديزاين معمول قبل كده على مشاريع، ده بيبني عندك فكره ان انت ازاي تبقى انت ايه بتصمم. تمام؟ فدايما انت لما تيجي انا والله عايز اعمل تخطيط مثلا، احط مش عارف غرفه الكهرباء فين، ولا تشوف حاجات متصممه كتير. تمام؟ وبناء عليه تمام شوف ايه الحاجات اللي هو المصمم ده عملها، لان برضه التصميم ده بيختلف. احنا مش زي المعماري، المعماري دايما ايه في دماغه يقول لك لا انا مش الواجهه دي مش هتلاقي. المعماري يقول لك انا عامل سوكت مثلا، رحت اتعملت السوكت شكله ابيض، يقول لك لا ده الغرفه دي انا عايز شكل السوكت احمر. يا عم ليه؟ هو كده وجهه نظر معماريه، معرفش ليه. انا المهم في الاخير تمام بشتغل ان السوكت ده هتشيل لود كهربي كام، وبحقق السبيكس بتاعتي الكهربيه. الشغل ده ولذلك انت دايما كاستشاري لازم تيجي تعتمد حاجه بتعتمد الحاجات الكشافات مثلا. تمام؟ لازم لما اجي اعتمد انا كهرباء عملت ماكس كالكوليشن مثلا، او في السماعات عملت بالانسنج للود سبيكر ووزعت، وفي الاخير شكل السماعه نفسه ده ممكن يفرق مع المعماري كشكل. فلازم برضه تخلي المعماري يمضي معاك في الحاجات دي. حصلت في مشروع كان 10 سم من الطبق، كان في برج المعماري واقف على المبرج 10 سم. لا كتير جدا. ما انت لازم انت دايما بالعكس. انا بقول لك ايه، دايما انت يعني في الشغل انا بقول انا عندي قنبله موجوده، القنبله دي انا مش عايزها تيجي فيا، عايزها تيجي في الميكانيكا، عايزها تيجي في المعماري. ففي الاخر انت تقول له بليز كونفير اكيد بقى الكلام ده. يعني اختار السوكت دي لونها احمر هي تحقق مواصفات كهربائيه، تقدر تشيل حمل مثلا سوكت 13 امبير 16 امبير 20 امبير خلاص. اما الشكل الفاينل تمام هو المفروض معماري، لانه الشكل في الاخير معماري. تمام؟ خلينا نبدا. اتفضل لو في حد عنده اسئله قبل ما نقعد كده، هنقعد كده في النص تمام، وهنعرف نعرف كده شويه مخططات. هناخد نص ساعه بس، يعني بعيدا عن الوقت اللي هو مثلا قلنا دي نص ساعه دي نستاذنكم فيها، هنبص فيها على المخططات. اتفضل. سبيكس ذكرت سبيسيفيكيشن والاكريدي والاشياء، لكن لدينا هنا في ستاند فيها السعودي كود. هناخد الكود السعودي موجود في السبيكس، وكمان في حاجات بتختلف مثلا زي الفرن بتختلف حسب الدفاع المدني للمكان. يعني لو في حاجه مثلا موجوده في الكود الفلاني والدفاع المدني في المكان الفلاني بيقول لك لا لازم تعمل واحد اثنين ثلاثه، بيبقى هو دي الاولويه. بس هو الناس اللي عامله يعني الدفاع المدني او كده هو واخد من كود. تمام؟ ما بقاش فيه اللي هو التعارض اللي انت ايه متخيل ان هو لا ده 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 ده, ده مثلا الكود السعودي بيقول مش عارف كده. لا ده بتبقى ايه بارامترز او فروقات خفيفه، زي ما احنا يمكن خدنا في الباور سيستم ديستريبيوشن السيفتي فاكتور مثلا. في كود بيقول مش عارف بضرب 1.2، في سيفتي كود بيقول بضرب 1.1، بضرب 1 مش عارف 25%. ده بيبقى فيه فروق حسب الستاندرد اللي انت ماشي عليه. غالبا هنا الشركات تاخد المواصفات السعوديه ولا الاوروبيه ولا الامريكيه او الامريكيه، فلما راح يحطوا كل المواصفات هذه كلها عشان لازم يكون مختارين مواصفات معينه. بص اقول لك الصراحه يعني هو المفروض يحصل كده، بس المشكله بقى انت ايه؟ ولذلك انت دايما المهندس الشاطر في الديزاين او الراجل اللي بيعمل مشروع وهو يعني مكتب استشاري يصمم مكتب يعني محترم لازم يعمل سبيكس يعني ايه تتوافق مع متطلبات المشروع، مش تتوافق كده ايه يقول لك السبيكس دي عامه بتنفع مع اي حد. يعني انا مثلا بعمل مبنى تعليمي، يبقى والله في ستاندرد او في حاجات بتيجي في الفراغ مثلا المعامل لازم المعمل ده ليه دايمنشنز الفلاني وواحد يبقى ليه تامين مثلا باكسس معينه. غرف الكهرباء في ناس كتيره جدا غرف الكهرباء في اماكن مش عندها اكسس، مش عاملين يقول لك دي حاجه داخليه في الغرف الداخليه اللي انت بتوزع منها دي غرف الكهرباء مش عامل له اكسس. تمام؟ مش هقدر انا اديله اقول لا، بس هو المفروض كستاندرد لازم اعمل له اكسس. في ناس كتيره جدا في اماكن مش حاطه كاميرات ويبقى موزع كاميرات في اماكن غلط اصلا. يبقى لازم انت كاستشاري او انت كديزاينر تقول للناس والله المفروض يحصل 1 2 3 صح، ولما تيجي تكتب مواصفه تكتب المواصفه بناء على المشروع اللي انت هتنفذه، ما تقوليش مواصفه تنفع للمستشفى هي اللي تنفع للفندق، هي اللي تنفع للمدرسه، هي اللي تنفع للكليه، هي اللي تنفع لفيلا شخصيه، لا. يبقى لازم انت بتاخد الكونديشنز اللي انت بتصمم عليها وبتشوف ايه اللي في الكود وتقول والله ده يطبق عليه الكود الفلاني. تمام؟ وهكذا. حد عنده اسئله ثانيه يا فاطمه؟ حد عايز اي اسئله؟ اعتقد ان شاء الله يعني قبل ما نقعد كده ال 10 دقائق دول ولا نص ساعه الناس بدات تعرف يعني ايه لو كان، بدأنا نعرف أنظمة اللو كارنت،
بدأنا نشوف اللو كارنت سيستم لما باجي اتعامل معاها اتعامل معاها ثلاث مستندات البيل اوف كوانتيتي، اتعامل معاها بين السبيكس، اتعامل معاها بالدروينج. المفروض ان شاء الله في المرات اللي جايه هنبدا ناخد كل سيستم تمام، وبناء على ربطه اللي احنا عايزين نبدا بالسي في ان شاء الله، نبدا بالسي في نبدا ناخد السيكونس هيشتغل ازاي، زي ما احنا شفنا كده هتشوف بيه هو السيكس هتشوف الدروينج، وهنبدا نعرف الفكره التصميميه بتاعت هذا المشروع. ذكرناه كثير بس ما ذكرنا الرينج. الرينج كفولتج معظم الفولتج بتاع اللود كارنت بيبقى اخر 24 فولت. الفولت نفسه بيبقى ما تلاقيش مثلا في اللود كارنت حاجه مثلا بالكيلو فولت، لا اخره بيبقى الرينج بتاعه تمام اللي هو بيشغل البانل او بيشغل الكنترول اللي احنا قلنا عليه ده بيبقى 24 فولت. الفولت القليل ده تمام بيبقى معاه برضه الكارنت صغير، انا اخر اصلا بيبقى حاجه بالملي بالملي امبير تتناسب مع الكروس سكشن اريا. انت بتلاقي الكروس سكشن اريا بتاعت الكبات هتلاقيها مش عارف نص ملي وتلاقي 1 ملي و1 ونص ملي 2 ملي مثلا، فده اللي بيتناسب معاه كرنت اخره خالص ممكن لو وصل يعني حاجه بيبقى بالملي امبير او ممكن يوصل ل1 امبير ده ماكسيمم. فبيبقى الرينج بتاع اللو كرنت كرات صغيره اخرها 1 امبير، وبيبقى معظم الشغل بتاعنا هنا بالملي امبير في اللو كرنت، وبالتالي لما بيبقى الكرنت صغير والجهد صغير لما انت تيجي تحسب الباور الكليه بتاعت الديفايس او المكونات بتاعت السيستم بتلاقي الباور برضه صغير، ولذلك احنا قلنا هو لو كرنت يعتبر لو فولتج ولو باور. دي معلومه مهمه جدا. كرنت سياره لو فولتج ولو باور؟ احنا هنا بص كهرباء السياره يقول لك كهرباء السياره في ايه؟ واحد انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على البطاريه ولا على بتتكلم على الجهاز اللي هو الكمبيوتر بتاعها ولا بتتكلم على ايه؟ يعني ما تقوليش والله ايه كهرباء شركه الكهرباء هي لو كارنت ولا ابتدى لو فولتج ولا ميديم فولتج؟ ما هو في محول في النص بيحول من ميديم للو، وفي تطبيقات محتاجه ميديم فولتج وفي تطبيقات محتاجه لو فولتج. فهي حسب بقى الكهرباء بتاعت السيارات طبعا بصفه عامه هذا انت كام في السياره كهرباء البطاريات او كسيستم 24 انا مش كان فايبر ايش معنى يعني لو يعتبر لو فولتج احنا دلوقتي في كمان لو فولتج ولو كارنت انا مش كان فايبر لا لو كارنت لو كنت كيف هناخد كمان شفت السلايدز هناخد جزء كبير جدا عن الفايبر هناخد حاجه اسمها ديجيتال موجود من زمان زي ما قلنا كديجيتال سيجنال موجود من زمان ان انا احول اشاره من ساين ويف ل 01 او 01 ده اسمه ديجيتال سيستم ده كان موجود من زمان بس التقنيه دلوقتي في ان انا بعمل البروسيسنج دي الفكره دلوقتي مش في الفكره في السرعه ديجيتال تطور يعني الفكره في السرعه ان انا بعمل يعني تلاقي البروسيسور مثلا مكتوب عليه 3 مثلا 2 من 10 تيجي من فين؟ من الفريكونسي واحنا ده كان قلنا ده قبل كده نقول تاني شكل السيجنال يعني انا مثلا لو خدت سيجنال كده اهو وخدت سيجنال كده ايه الفرق بين اعتبر الامبليتيود هنا كان مقدار واحد فريكونسي يعني المقدار ده هو المقدار ده الفرق الفريكونسي ان السيجنال الثانيه دي الفريكونسي بتاعها عالي بمعنى بالبلدي يعني لما بدانا نقول الموسفت ترانزستور ليه راحوا للموسفت؟ الموسفت ده بيعمل اون اوف سريع جدا انا عايز اعمل يعني انا دلوقتي لو مفتاح اقدر افصل المفتاح ده كم مره يعني ده ردت اصلا وبالتالي تظهر كلمه تردد يعني المروحه لما بتلف انت هي لسه بتلف بطيء كده شايف الريش ثلاث ريش صح؟ كل ما بتسرع بتخيل ان هي حته واحده فانت بعد 18 لفه تقريبا في الثانيه بيهيئ ليك ان الجزء ده ثابت فانت في الفريكونسي 60 هرتز يعني معناها ان انت بتعمل 50 باص او 50 نبضه 50 سايكل كامله تمام في الثانيه تخيل فتتخيل مثلا 3.2 جيجا هرتز كيلو 100 جيجا خدنا الكلام ده برضه هناخده ان شاء الله بالتفصيل كيلو 10 اس 3 الميجا 10 اس 6 الجيجا 10 اس 9 يعني مليار يعني بيعمل 3.2 مليار عمليه في الثانيه بيعمل 3.2 مليار عمليه بس العمليه دي اللي هي اون اوف 1.0 فده هو ديجيتال التقدم بيحصل في ان انا اقدر اعمل او اقدر اعمل عمليات او اعمل بروسيسنج معينه بدل ما انا باخدها البروسيسور دي اعملها في 10 دقائق اقدر اعملها في دقيقه واحده فانا عملت تقدم بدل ما اعملها في دقيقه اقدر اعملها في ثانيه فانا عملت تقدم تمام نفس البروسيس يبقى الوقت اللي بيتاخد تمام ولذلك انا لما نيجي ندخل بقى في اللام اللي انا هتلاقي الباشمهندس في الاول خالص اللام والوان واللام
لوكال اريا نتورك ان انا اعمل شبكه او اعمل وان وايد اريا نتورك تمام. ابدا اشوف حاجه بيسموها الداتا باس، ان انا لو عايز انقل داتا تمام، عايز انقل داتا من البروسيسور للرام او من الرام للبروسيسور او من المكان، الداتا دي ممكن يبقى الباص بتاعها تمام كبير، يعني اتوبيس بيشيل مثلا 500 واحد غير اتوبيس بيشيل 100، اللي بيشيل 100 هياخد خمس مرات عشان ينقل 500 شخص صح، وهياخد وقت خمس اضعاف الوقت اللي هو بينقل فيه الاتوبيس اللي هو 500، لا الاتوبيس ال 500 ده هياخدهم كل مره واحده يوديهم مثلا. هناخد كمان الجزئيه اللي يمكن احنا كنا المفروض بنتكلم عليها في الاول، اللي هو احنا قلنا هنا بيسموه ترانسميتر، وهنا قلنا ايه بيسموه ريسيفر، وهنا بيبقى فيه الميديا اللي هي الكابلات او بتبقى وايرلس تمام، يا اما كابلات كابلات عاديه اللي هي كابلات النحاس والالمنيوم بتاعتنا، او كابلات الفايبر لما تيجي نشتغل، او الوايرلس بعمل ترانسميتر تمام وبعمل ريسيفر المرسل والمستقبل. الكلام ده احنا هنبدا ان شاء الله ناخده بالتفصيل. في حد عنده اسئله قبل ما نبص على المحاضره؟ التحكم نعم، التحكم بالغرف الاماكن زي ما بقول لك اهو، حسب توزيع السنسورز او الديتكتورز اللي انت محددها، لان انت عندك في الشغل الكهرباء بصفه عامه انا بيحد من الكابلات، اطار الكابلات، يعني الكابل اللي هو بتاع النت العادي ده اللي احنا بنسميه يو دي بي تمام، اللي هو كات 6 وكات 5 وكات 6 ايه والكلام زي ده اهو، جاي اكسامبل الكابل ده مثلا كابل يو تي بي، زي مثلا ده كابل يو تي بي، انا مثلا اقصى حاجه عندي 90 متر تمام، يبقى انا يفضل ان انا احط غرف اللو كارنت في اماكن تبقى قريبه من السنسورز، بدل ما انا اروح احط غرفه اللو كارنت في اخر الدنيا ويبقى السنسور مش عارف الحته الفلانيه تمام، لان انا لو الاشاره حصل بيها اتنويشن انا مضطر اجيب امبليفاير تمام او اجيب ريبيتر، هناخد الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل بعد رمضان هيبقى في ان شاء الله باذن الله كل اسبوع هيبقى في محاضره عن كل سيكشن من السيكشنز اللي جايه ان شاء الله بالتفصيل. الله يبارك. في حد عنده اسئله ثانيه؟ طيب هناخد بس منكم 10 دقائق نقعد هنا على الكرسي ده، هنفرش بس مخطط، معلش كلنا معلش هتعبكم، هنبص كده على المخطط مع بعض نشوف المخططات دي جواها ايه. ده انا لو بصيت كده احنا هنفتح كده هنفتح كده ايه مخطط كده، لو انت بصيت ده اهو الام اي تي في الماستر انتنا تليفزيون نظام الدش المركزي، وازاي هو بيوزع ادي بص كاتب هنا ايه، كاتب ال سي، ال سي معناها ايه؟ لو كارنت، لو كارنت، لو كارنت روف، حاططها مثلا هنا في الفورس كلوز في الدور الرابع، طب ما هو كان ممكن احطها في الارضي، لا ده هو التوزيعات اقرب، لو هو حطه في الدور الرابع هيمدد كابلات تمام، ولذلك انت في محطات او في الهاي رايزنج بيلدنج دي تلاقي غرف الكهرباء، ممكن تلاقي غرفه المحولات في نص المبنى مثلا فوق عشان يقلل من الاطوال بتاعت الكابلات، يعني احنا قلنا في الكهرباء هناك بيحصل في الباور كان بيحصل حاجه بيسموها فولتج دروب اللي هو بوت في الجو، هنا بقى بيحصل اتنويشن، بيحصل ايه؟ اتنويشن، بيحصل ان السيجنال بتضعف، ممكن بعد كده السيجنال دي تموت كمان، انت مركب الكابل بتاع النت في السويتش او في الراوتر ومركبه في الجهاز عندك، بس حاطط المسافه مثلا 300 متر، تروح هناك في السورس اللي هو السويتش السيجنال موجوده، تروح في الجهاز هناك تلاقي مفيش سيجنال، حصل ايه؟ اتنويشن، لازم احط ايه؟ يا اما احط ريبيتر تمام؟ يا اما احط ايه حاجه بنسميها امبليفاير اللي هو طبعا انا ببدا اشوف هنا السيستم بوزعها في الادوار، انا عندي مثلا فيرست فلور جراوند فيرست سكند سيرف فورس والروف تمام، بحط طبعا الاطباق بتاعتي اللي هي على السطح على الروف، جايب هنا مثلا عرب سات وجايب نايل سات، وادي الكنترولر الكابينه، الناس في الاخر يقول لك هي عباره عن شويه كباين كده تمام، بنحط فيهم الكنترولر ده هو الاساس، يعني انت هتاخد دلوقتي الحاجه اللي بتستقبل اللي هو السنسور اللي هو الطبق الدش ده تمام، وبتاخد بعد كده السيستم بتشوف بتوزعه ازاي في باقي الادوار، بيبقى هنا في امبليفاير لو انت شايف اهو امبليفاير، هنشوف ايه انواع الامبليفاير، الباور امبليفاير والساوند امبليفاير ومش عارف ايه امبليفاير، انواع كتيره جدا، وبتبدا توزع على السبليترز، وبعد السبليتر بتبدا تدي التلفزيونات او الشاشات اللي انت بتوزع عليها السيستم بتاعك. بعض التصاميم بيجي في الجراوند، هل ده حل ولا
من فرق مثلا حسب التصميم اللي هو المفروض لو المصمم هو بيبقى قايس المسافات وقايس الكابلات ومظبط نفسه بحيث ما يحصلش اللي انت بتشوف ايه اعلى اتنوشن بيحصل عندك كان مش انا بشوف هنا بص انت بصيت على الامبليفاير مش عايز ادخل في التفاصيل بتلاقي قوه الاشاره عند كل امبليفاير في كل دور وهو في مينيمم باور مسموح بيها لو اقل منها اصلا السيجنال هتبقى ضعيفه يبقى اللي بيسموها ايه قوة الإشارة يعني تمام كواليتي اوف سيجنال لحد حد معين لا سيجنال دي ضعف دي مش هينفع ايه اشتغل عليه هذا هناخد بقى انواع الكابلات هل هو كابل كو اكسيال كيبل هناخد انواع الكابلات كو اكسيال كيبل ولا في اي بي تي في في اي بي تي في بيوصل عليها كابلات ايه بيوصل عليها كابلات داتا تمام هناخدها ان شاء الله واحد طيب ايه تاني معانا ميت يعني يا شباب خلينا نبدا مثلا نشوف فاير طبعا ده بلان البلان ده لمشروع معين البلان ده انا بوزع هنا شايف اللي هو ايه دايما لما باجي ادخل على المخطط في حاجه انا بنسميها ليجن الليجن بيبقى هنا فيه رمز الرمز ده مش ثابت مش ستاندرد ليجند يعني ان انا باجي هنا بعمل اجنده او رموز بتقول لي اللي على المخطط ده الرمز ده انا سميته مثلا بدل ما هو حاطط اس هنا اسميه اف مثلا او اسميه اشرف مفتاح الروح يبقى اشرف ده اروح اشوف كلمه اشرف هنا والاقي الديسكريبشن بتاعها اللي هو مفتاح اللوحه نفسه مفتاح اللوحه يعني هو عباره عن رمز وديسكريبشن او وصف لهذا الرمز اللي هو الليجند خلاص وتجدد مع كل مش ستاندر يعني في ناس يقول لك لازم احط مش عارف اس هي السموك لا مش حاجه متفق عليها بيني وبين ما لهاش ستاندرد ان لازم احط اس كل مشروع لازم احط مش عارف ام ما انت ممكن تحط اي رمز هنا وتكتب عليه ده كذا في اللوحه دي تمام عشان في ناس كتير جدا يقول لك طب الليجند اللي هي الرموز دي يبقى لازم نبقى حافظينها ليها ستاندر لا ملهاش بس في خلاص رموز متعارف عليها متعارف عليها ان انا بحط سموك ديتكتور يبقى احط مش عارف اس هيت ديتكتور اول حرف اتش يبقى احط ايه اتش احط دايره مش عارف بس انا مفيش مانع ان انا لو جيت هنا وعملت دايرتين كده حطيت جواهم اس هو الراجل عملها دايره واحده في واحد عملها مربع في واحد عملها مستطيل في واحد عملها مثلث ما تقوليش لا المهم ابص هنا واشوف الديسكريبشن ده بتاعه ايه طيب ده اس ادور بقى على الست اللي ماشي هنا في حاجه هنا بنسميها اللوب الحلقه احط كام اهو ده اللي بيدخل فيه ستاندرد اللوب دي حسب مثلا انويل بتشيل اللوب لحد كام ديتكتور 200 ديتكتور 300 ديتكتور يبقى الشركه هنا تحدد تمام طيب بصيت هنا مثلا شوف ادي في ادرس طب ايه فين احط ايه الاماكن اللي احط فيها هيد ديتكتور ما احطش فيها سناك ديتكتور طب في حاجات فيها جاز ديتكتور طب في حاجات بحط ضغط ديتكتور جوه الضغطات بتاعه التكييف بحط ديتكتور يبقى في ديتكتورز كتيره جدا الديتكتورز في الاخير انت خدت الفكره بتاعتها ان هي عباره عن سنسور حسب الحاجه اللي عايز تحسها بتحط لها سنسور يحس الحاجه دي عايز احس سموك يبقى احس سموك عايز احس هيت يبقى احس هيت عايز احط مش عارف حاجه كومباين تحس هيت وسموك ينفع عايز في مطبخ مثلا عايز اشوف تسريب غاز يبقى جاز ديتكتور عايز في ضغط يبقى مش عارف ضغط ديتكتور حسب المكان اللي عندي حسب الفانكشن اللي انا عايز احسها مش يعني حسب اولا الفراغ هو اللي بيحدد برافو تمام وحسب انا عايز احس ايه تمام طب الحساس حق الحريق وكده ما يجيك مدموج مع بعض يعني غاز وحريق في كومباين سموك وهيت اثنين بس في السموك والهيت بس السموك والهيت والبعض السموك والهيت بس ما دون ذلك لا يعني مثلا في الاماكن العاليه مثلا مش هينفع احط سموك ولا هيت حاجه مثلا ارتفاعها على مدخل مثلا مكتبه ولا مش عارف ايه احط حاجه اسمها بيم ديتكتور بيم ديتكتور الله يفتح عليك تمام ده بالشعاع طبعا في حاجات مهمه جدا برضو من الحاجات اللي انت لازم تدرسها ولازم لو انت استشاري او انت مقاول لازم تحط هنا ديتيلز اوف انستليشن ازاي انا هبدا اركب الديتكتور ده موصله موصل السلك بتاعه داخل بايب البايب دي الكروس سكشن هنا بتاعها كام الماسوره في ستاندرد بيقول لي لازم الماسوره والاسلاك اللي بتمر جواها يبقى المليان 40% والفاضي 60 ده ستاندرد يعني لما امشي جوه ماسوره هعدي فيها كابلات ما تجيش انت معلش يا باشمهندس جايب لي كروس سكشن هنا ماسوره مثلا 25 مللي هشيل الكابلات كلها لازم تخلي 40 الكباستي بتاعت الماسوره و60 فاضي اهبل ده ستاندرد لو رحت لقيت الراجل حاجب طب انا لما بجيب السوسته ككهربائي راجل صنايعي انا بشد كده عايز اسلك الكابل واطلع ومش عارف لازم يبقى في ستاندرد يحكم لي في التركيب طب دلوقتي انا لما هركب السموك ده هل هركب بوكس بوست يعني هركبه بمواسير خارجيه ولا لازم ابقى مركبه مش عارف في حاجات في
مركبه على كيبل تري ولا معلق ومش عارف طب ارتفاعه. ما انا ممكن لو حطيت سموك ديتكتور ده على ارتفاع مثلا 10 متر فوق تبقى النار شغاله تحت وهو مش حاسس. يبقى هو ده اللي احنا هنبدا عليه ايه نقول ستاندرد تكون وبيقول لي الارتفاع كام. يبقى مش كل حاجه بتنفع لاي حاجه كده وخلاص تمام. والكابلات شيل تمام الجبلات هل فاير ريتد ولا لا دي حاجات مهمه جدا تمام. في حاجات مثلا في لما قلنا كنا بنقول في الكشافات يقول لك انتي اكسلوجن ضد الانفجار يبقى ده سبيشال مش عارف ايه. يبقى انت كل حاجه لا. ولذلك انت لازم قبل ما تروح تعمل اي حاجه هنا لازم ترجع لمين رقم واحد سبيكس. لازم تحبك السبيكس كده وتحكمها بحيث تبقى هي دي السبيكس اللي هتخلي المقاول يبدا ينفذ بناء على هذه المواصفات. لان لو سبت العمليه عايمه هو هيجيب لك ارخص حاجه تمام. بعدين مثلا المانوال كول بوينت اللي احنا قلنا عليها دي اللي بنكسرها عشان نقدر والبيل الجرس. طب ايه المسافه بين الجرس ده اللي بيتحط والمانوال كول بوينت ليها ستاندرد عليها ستاندرد. طب الفاير كنترول الارم او الفاير كنترول بانل بحط ارتفاع اللوحه لما باجي اثبت وهل لسه قالي اثبتها عاليه كده في 3 متر مثلا ولا اثبتها تحت ولا اثبتها مش ليها لازم هو يحط لي الدايمنشنز. طب الدايمنشنز بتبقى من ايه؟ بتبقى من حاجه اسمها اف بي اف ال فينيشد فلور ليفل من اخر مستوى تقفيل المعماري هيقفل لي اقول له والله التوب والزبالة اخره كذا او السنتر من البني معظم البني اذا كانت تاخدها من التوب تمام. لما باجي امشي الكابلات بمشيها في بايب بمشيها ازاي؟ لازم اقول لي الكروس سكشن اريا بتاعت البايب والكابلات ماشيه ازاي؟ طب هتتوصل ازاي؟ عشان الراجل ده المفروض ياخد الفورمال او الكهربائي مع المهندس يبدا ينفذ الكلام ده. يبقى لازم احط له ايه؟ الديتيلز اوف انستليشن. الرسمه دي اللي احنا شايفينها دي عباره عن بلان اللي هو المسقط الافقي راكبه الحاجات ازاي؟ على السقف ده سنسورز راكب على السقف تمام؟ اهو ببدا اشوف ادي السقف في عندي الكونكريت سلاب اللي هي الخرسانه زي اللي انت شايفها دي وفي دروب سيلينج سقف المعلق سواء كان جبسون بورد او بلاطات والكلام ده. هتبدا تشوف الماسوره اللي هيركب فيها كام كونستكشن اريا ونوعها اي ام تي ولا بي بي سي والكلام ده هنبدا ناخد المصير. طبعا انا يعني في على قناه كده اسمها دكتور اشرف رمضان في شويه فيديوهات لسه بدات اعمل فيهم كده هتلاقي عن الكابلات وتلاقي عن مش عارف الانستليشن شويه حاجات كده ابدا بص فيهم. احنا ان شاء الله على اخر رمضان هتلاقي باذن الله لو كرنت كامل هتلاقي باور سيستم سوليوشن كامل عليها هيدي لك تفاصيل عمليه لحاجات بتاعه شغل انت هتبدا تشتغل عليها بالفعل كده. انا طب انا هركب طيب هنا ده الديتيل بتاعت لو انا في عندي دروب سيلينج او بيسموه فوت سيلينج السقف المعلق. طب انا لو هركبها على السقف زي دي كده مباشره على الكونكريت سلاب على السلابه مباشره هركبها ازاي؟ طب انا اسيب مسافه ولا ارزقها كده في السقف تمام؟ الكلام ده ان شاء الله كله هنعرفه ايه بالتفصيل تمام؟ لو احنا بصينا هنا مثلا هنلاقي النيرس كول. النيرس كول حد يعرف اي حاجه عن النيرس كول سيستم؟ ايوه بيعمل ايه نظام التعامل ورا المريض؟ اه ممكن المريض ده في حاجه بيسموها سرير بيسموها ايه ورا المريض كده بيسموها بيد هيد يونت. بيد هيد يونت تمام؟ بيبقى بحط فيها اي سنسور اقدر اشغله بايدي زي كانه مفتاح جرس برن كده تمام؟ وبخلي الممرضه طب هل انا لو رنيت الممرضة اللي هناك ينفع تكنسل من هناك؟ نعم. من الكنترولر؟ نعم. طب نعم ولا لا؟ نعم. وليه؟ والمفروض كان يبقى لا. يعني دلوقتي لو الممرضة قاعدة في غرفة الدرس كول وأنا تعبان وقعدت أرن في البتاع ده تروح هي تكنسل ومفيش حاجة ظهرت هينفع؟ نعم. هي بتكنسل من داخل غرفة المريض بس. هي المفروض أولاً برافو عليك بتكنسل من غرفة المريض. هو كان زمان ينفع تكنسل في الانظمه القديمه. الكنسله كلها بتبقى من خلال غرفه عشان يضمن ان النيرس دي تلبي متطلبات هذا المريض. طب افرض الراجل ده راجل اصلا تعبان ومش قادر ما هيموت داخل حمام لازم نعمل له حاجه مثلا ممكن تتحط في ايده كده تمام يقدر يتحرك بيها وهو نايم وهو رايح او اقدر اعمل له حاجه يقدر يشدها كده تمام او سويتش اقدر اخليه يقدر يعمل لي اون اوف من خلال دوره المايه بس الحمام. في حاجه واحطها له مثلا في الكرسي لو هو اتحرك وقعد على الكرسي يقدر بسهوله جدا. هو نظام استدعاء هي الفكره كلها في استدعاء. طب انا دلوقتي ممكن يبقى في حالات بقى لما نيجي ندخل في التفاصيل ممكن المريض يستدعي ممرضه. طب افرض الممرضه دي عايزه مساعده من ممرضه ثانيه يبقى في حاجه في النظام لازم يبقى اسمها استدعاء ممرضه ممرضه ولازم يبقى في استدعاء ممرضه لدكتور تمام. لازم ابدا اشوف الكولينج ده اللي هيتم السيستم ده لازم كل ما يكون فيه اوبشنز اكتر اقدر انا استفيد بيه اكتر. طبعا بيحطوا على الغرف تمام زي لمبه كده اللمبه دي ممكن تدي لك اضاءه وصوت وممكن تدي لك اضاءه بس ان هنا في مريض محتاج ممرضه بحيث لو هي ماشيه في الكوريدور تبدا تعرف النظام ده ماشي ازاي زي ما شفنا هنا في المريض فضل يعني
هو اصلا تعبان مثلا عنده مشاكل عقليه او لا المشاكل العقليه ما بحطهمش في الموضوع ثاني ده موضوع ثاني انا بتكلم واحد مثلا في عنايه واحد تعبان ازاي ده بيحطوه اما ده اصلا بيحطوه في مكان معزول وبيتقالوا معامله انا نفسي ما اعرفش هل هو ليهم سيستمز معين بس انا بتكلم عن الناس كل بصفه عامه واحد تعبان على سرير ممكن يقدر يتحرك ممكن جاله مش عارف ايه عايز علاج عايز يدخل الحمام عايز ده اللي انا اعرفه اما الناس اللي هم ترعلي دول ما اعرفش هو بالظبط يعني اللي هي بيبقى الحالات اللي ما بيقدرش يتعامل معاها بيبقى عنده زي نظام كاميرا متصلة اعتقد انه ممكن يبقى هو عامل مثلا مراقبه عليهم يقدر يقدر يشوفهم حاجه زي كده موصلة عليه ممكن هو يحط نظام بس مش معقول برضه واحد يعني مش يعني حتى لو مختل عقليا مش هيقعد مثلا يستدعي في الممرضات كل شويه خلاص يعني فهي بيبقى لها ممكن يشوفه بس يعمل عليه كنترول ان هو يشوفه مش شرط ان هو يعمل استدعاء ان هو ممكن يحصل كده زي نظام الحضانات بس زي الحضانات بالظبط يعني الطفل موجود عليه كاميرا أيوة. هو الطفل لا بيحر لا بيطير ولا بيعمل ولا يقدر يعمل اي كاميرا ما يقدرش يدخل انبوت تمام اقدر اعمل له بس هو يحط له كاميرا ممكن يكسروا الكاميرا انا لسه الديكتور انا لسه الديكتور ايوه شافه يضرب شيء ولا يتعدى منطقه عدى منطقة معينة ازاي ده بيعملوا بالجدران مبطنة بيبقى له برضه يعني عايز تدري الدكتور يجينا سباعي تشيك عليها يجي لك ايه؟ سباعي هذه عندنا في السعودية المستشفيات السعودية بيسوي لها زي اللي هي اعتماد المستشفيات المستشفيات لازم يعني لازم من المنشآت الصحية على الناس بوكس دايما تسقطنا فيها هنشرح لك ان شاء الله التفاصيل بتاعتها يعني لو انت بصيت هنا كده على الليجن اللايتنج او الدومي لايت اللي بيبقى موجود على الباب بتاع المريض البيشنت كول سوكت اوتليت بيعمل له سوكت عشان اعمل له استدعاء لو انت بصيت هنا هتلاقي الجزء المهم عندي اللي هو ال ان اس اللي هو بيسموه النيرس ستيشن اللي هو مين الكنترولر بياخد هنا بيركب له باور سبلاي لو انت شفت كمان احنا قلنا كله بي اي بي بيست لو انت فاكر في اول محاضره اي بي بيست دلوقتي حتى الكاميرات حتى الحاجات بتاعت السويتشات ما بقتش انا بوصل كابل باور وكابل الداتا في خاصيه دلوقتي اسمها ايه بي او اي حد يعرف باور اوفر ايثرنت برافو عليك يعني انت تروح تلاقي الكابل واصل كابل داتا بيدي باور وبيدي داتا تمام يبقى انا في عندي كابل واصل بدي له باور وداتا لا كان في حاجات انا بشتغل عليها على باور سبلاي مستقل تمام هيبدا طبعا يعمل انونسيشن او يعمل ديسبلاي للسيجنال بحيث يبقى فيه شاشه تمام قدام الممرضات او في غرفه الممرضات يعرفوا منها فين الراجل اللي عايز استدعاء او عايز نيرس كول ده ان شاء الله نعرفه ان شاء الله بالتفصيل في باقي الشرح يعني البابليك ادرس احنا قلنا حد فكر يعني ايه بابليك ادرس استدعاء اللي هو ساوند سيستم تمام ساوند سيستم هنا بناخد اهو البابليك ادرس سيستم بيشوف هو هنا ايه شايف الحته دي مهمه جدا اللي هو انا بحط فين السيرفرز والبانلز في غرفه اللو كارنت اللي كان بيسالني عليها الباشمهندس واصلا الغرفه دي كلها موجوده فين؟ يعني اولا لو انا لسه بصمم المشروع بشوف اولا مكان الغرفه دي فين؟ ايه انسب مكان؟ طب ولو انا عملت فراغ عايز اول حاجه اعمل مثلا بحط هنا الكابينه بتاعت السيرفر تمام؟ او الكابينه اللي فيها السويتشات عايز يبقى انا لازم اشوف اوزع الحاجات دي ازاي على الجدران لازم اعمل هنا حاجه بيسموها الشافت الشافت ده مش المناور اللي هي المناور بتاعت التهويه اللي كنا بنعملها زمان ده منور تهويه دخل هواء ومش لا ده شافت منور تمام بعدي فيه الرايزر اللي هي الكابلات تمام بعدي فيه الكابلات عشان اخد دلوقتي انا هطلع من الدور الارضي مثلا حاطط الكنترولر اروح للدور الاول للدور الثاني بعمل شافت اعدي فيه ايه كابلات اللو كارنت وكابلات الباور والكلام ده اللي هو الصواعد الصواعد بالعربي الله يفتح تمام اللي هي الصواعد سؤال معلش كثرت عليك الكابل الباور تصلح تمشي مع اللو كارنت ليه يا استاذ لان ده بيحصل حاجه بيسموها الانترفيرنس التداخل بين كابلات الباور وكابلات اللو كارنت لان كابلات اللو كارنت الفريكوانسي بتاعتها عاليه فبتولد مجال مجال كهرباء مغناطيسي عالي هو يفضل ان هم ليهم كل واحد ليه مسار لو مبنى ما حصل عادي يمرر بتمرر هي بص حسب لو في ناس بتشتغل بستاندرد وكود هقول لك لا خلي ده في سبيس في سبيس مكانهم عادي لو في انسليتر طيب في ايه؟ انسليتر عازل في ايه؟ ماشي هو بيحط مسافات او يقدر هو اصلا معظم الكابلات دلوقتي بيبقى فيه لير يعني حواليها بتعمل انسيوليشن بتعمل عزل بينها وبين الفراغ اللي موجود حسب
بقى قيمه الفريكوانسي اللي هيمر في الحاجه دي حسب السيجنال. ويفضل كل ماسوره يفضل كل حاجه لوحديها. لا مش في جوه الماسوره، ما تمشيش جوه نفس الماسوره. لا انا بقول لك دي ماسوره ودي ماسوره وماشيين جنب بعض كمان بسبيس. اما جوه الماسوره لا ما ينفعش. لا بحط داكت، هي اللي يحطونا اللوفر. بحط داكت كامل تمام، وبحط هذا بحط كيبل تري، بحط ترانك، بحط حاجه اسمها لادر اللي هو الشبك ده تمام. اللوكرن اللادر معظم اللوكرن اتحط في ترانك، كيبل ترانك. ده لا ستاندر ولا ترانك. الترانك ايه الفرق بينه وبين الكيبل تري؟ الكيبل تري بيبقى برفريتد مخرج، الكيبل ترانك ده مقفول ولازم تشوف هل هو كفر ولا زاوت كفر. كامل بوكس تمام، اللي هو الكفر بوكس بتاعك. التقسيمه ديت ستاندرد يعني مثلا ليها ستاندرد المفروض والله المسافات اللي هي بين اللوكر تبقى مش عارف بينها وبين مش عارف ايه، بسيط مثلا سي 30 سم 20 سم حسب الكود اللي انت بتشتغل عليه. طب لو ما لغيت لوكرنت فوق بتحط مع الالكترون يا باشمهندس، في النهايه ممكن اللوكر يسقط منك كامل يعني المجال الكهربي اللي ناتج من الكابلات. هي المشكله اللي هيأثر اكتر السيستم بتاعت اللو كارنت، يسقط لك سيستم اللو كارنت كامل لان الفريكوانسي بتاع الباور اصلا بقول لك 60 هرتز هيعمل حاجه اسمها بيحصل حاجه بيسموها ايه؟ الانترفيرنس او التداخل. بيحصل حاجه اسمها ديستورشن، تشويش او تشويه في شكل السيجنال. فتلاقي شكل السيجنال بدل ما تدخل على فلترنج ومش عارف تلاقي برضه شكل السيجنال فيها مشاكل. تمام، هنحكي برضه عن القصه. انا هنا مثلا سي عندي ساوند سيستم او فايبر طبعا الفايبر مشكلتها بتبقى محلوله لان الفايبر اصلا ما بينقلش كهرباء، بينقل ضوء. فموضوع الانترفيرنس ده مش جاهز في الفايبر، غير متاثر تماما بالمجال الكهربائي لانه اصلا بينقل لايت جو. هي بس البابليك ادرس لازم تكون في الكنترول روم في الدور الارضي. هو ليه بحط البابليك ادرس تحت؟ متطلب الدفاع المدني. الدفاع المدني لا الدفاع المدني لو في متطلبات، لان هو عايز يبقى ايه بدل ما يروح يطلع في الدور اللي مش عارف كام، هو بيحط زي ما هو بيعمل ستاندرد كده الدفاع المدني. والله انا باخد ريكويرمنت مثلا في غرف الكهرباء، باخد ريكويرمنت مش عارف في الفاير فايتنج، باخد ريكويرمنت اعمل سيفتي بالوضع الفلاني. فانت لو في اشتراطات للدفاع المدني لازم تطبقها في الاول ولازم تبقى عارفها. الكلام ده ان شاء الله بقى هنحكي عنه. لو انا عندي هنا سموك ديتكتور ال ال اس مثلا اهي، لود سبيك ال اس لود سبيك تمام، هو عامل ممكن يبقى في عندي سبيكرز اللي هي الراوند سبيكر، ممكن يبقى عندي وول سبيكر، ما انا ممكن اثبت السماعات دي في السقف واثبتها على الجدار تمام. يبقى في انواع مختلفه من السبيكرز، كل السبيكرز دي رايحه هنا رايحه للبابليك ادرس سيستم. البابليك ادرس سيستم في الاخير هو عباره عن باور امبليفاير تمام، بيكبر السيجنال، باخد الباور بتاعت السيجنال الصغيره دي واعملها امبليفيكيشن، ببدا ادخلها تمام على البلاير. بقى لو انا عايز اشغل مثلا، عايز اشغل سي دي هات، عايز اشغل حاجه من فلاش، عايز اشغل مش عارف ايه، عايز اشغل اف ام سيلكتور تمام، ده كله بيبقى موجود في البابليك ادرس سيستم. عايز اقول او استدعي حد معين بيبقى مركب مايكات في اماكن مختلفه، ده يعتبر نظام الحريق عشان لو حصل. لازم في الاخير في اللوكر لازم تبقى عارف ربط كل الحاجات مع بعض. وفي حاجه بيسموها سيكونس اوبريشن اللي هو ايه، انت دايما بتوع حتى في الفاير الارم بالذات في حالات الفاير المصاعد مش عارف تفصل مش عارف. طب هو قبل الاسانسير لما بيجي يقف في الدور اللي فوق ولا في الدور اللي تحت؟ في اكواز او في بيوريت انت عاملها تمام، ينزل للدور الارض ويفتح، يطلع للدور اللي فوق ويفتح، يعمل مش عارف ايه. طب يوقف مش عارف التكييف ويفتح مش عارف السموك فانز ويعمل مش عارف ايه، ده اسمه السيكونس ايه اوبريشن، لازم تبقى انت عارف. هنا الامبليفاير مش مرتبط بعدد السماعات طبعا. لا هنا طبعا السماعات لما نيجي ندخل كل سماعه ليها وات، ليها قدره، ليها باور، لازم التوتال باور ده بيبقى ريشيو كمان، مش يبقى ده قد ده. لا لو انت جيت ركبت سماعات كبيره بتاعت الجيات والكلام ده، رحت مركبها على الامبليفاير ده اللي انت بتشوفه بيعلم، هتلاقي الامبليفاير نفسه بيضرب. تعرف يعني انت بتسحب 1000 وات من حاجه اخرها 100 وات؟ ما ينفعش. يبقى لازم تعمل ماتشنج في اللود، وبيحطوا حاجه بيسموها سيفت فاكتور، بيبقى ده تقريبا يعني في ناس بتعمل ده دبل من الـ من الـ من اللود سبيكر. واللود سبيكر ده اصلا بتبقى 6 مش عارف وات ولا مش عارف 10 وات، فانت بتجيب بقى هنا حسب الباور عامل ايه. بص شايف هنا سؤال مهم جدا، 480 وات ممكن يبقى التوتال مثلا دول 800 وات ولا 900 وات تمام. فهو بيبقى جايبهم على كذا امبليفاير، والامبليفاير حسب الوحدات اللي انت هتدخل عليها، يعني حسب النمبر اوف انبوتس اللي انت دلوقتي بتعمل دول لوب اهو، وباجي هنا دخلت باللوب دي. في سؤال معلش تمام، وبتروح مدخل على في جاكات بتركب، الجاكات دي حسب عدد السماعات اللي راكبه التوتال في البرانش الواحد كذا. اتفضل. احنا مثلا عندي 2 باور امبليفاير وانا مثلا 50 مثلا سماعه حلو، يبقى انا احط هنا 25 وهنا 25 براحتك.
بمعنى افرض ان انا هنا مثلا عندي نفس الرقم اللي انت قلته، انا عندي 50 سماعه وانا جايب 50 سماعه، 50 في 5 مثلا بكام؟ ب 250. وانا جايب ده 450، ممكن احط هنا 30 40 براحتي واحط الباقي على ده. او الافضل ان انا ابقى مريح زي ما احنا كنا بنعمل في الترانسفورمر زمان، يقول لك انا بركب الترانسفورمر بحمله 50% عشان ايه؟ ما اهلكش الحمل. يعني انت ما تروحش تجيب لي واحد منهم حاطط عليه كل اللود هو مثلا بيشيل 480، انت مشايله ب 400 تمام، والتاني نايم سبير او مشغل عليه 5 6 بس، فانت اللي بتعمل بالانسنج في اللود حسب الباور بتاعه الاثنين. هو ده بيتعمل ليه اصلا شويه زياده؟ عشان انت لو مثلا واحد راح غير سماعه بدل ما يعرفش حاجه في الوات، بدل ما يجيبها 6 وات اللي انا جايبينها جابها 12 وات، هتركب وده مش هضطر ان انا اغيره او اعمل فيه تعديل كبير. فهو ايه في حاجه في الفيوتشر هحط سبير لود يسمح مثلا بزياده 50% 30% 20%. افرض مثلا عملنا اكستنشن للمبنى وعايزين نزود سماعات، بدل ما احنا نروح نجيب لان ده هو الغالي، السبيكرز والاسلاك دي سهله. وانت بتعمل ايه؟ انت بتقص من اخر واحده بتوصل سبيكر وخلاص دخلت في اللوب تديها اي دي تمام. بتوصل سيريز ولا بتوصل باتل؟ سيريز 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 كله. هنشوف بقى موضوع سيريز وبارلل، وهنشوف ايه ميزه ده وايه العيوب ده وهكذا. ربط السلك بالسماعه لحام ولا ربط بالمسمار؟ لا ربط بيبقى كونكشن كونكشن بيدخل السلك كده وبترد، لان هو مش هيقعد يلحم كل نقطه بسماعه ويجي يفك ومش عارف. دلوقتي بيبقى اصلا حتى الاسلاك لما بيجي نربط الاسلاك كان زمان يجيب لك التيب، يجيب السلك مع السلك التيب ويروح لك. ده غلط اصلا، ده مش كود ولا ستاندرد ولا اي حاجه. دلوقتي في كونكشن لونها احمر كده بتدخل فيها السلكتين وتلف 3 ام تمام، اللي هي 3 ام دي خلاص هي ربطت كده اللي دول ببعض. ار جي 45 او زي لو احنا بنتكلم على كابلات مثلا نت ار جي كابلات تمام، بنتكلم على السلك العادي كونكشن العادي تمام. هناخد برضو الحاجات اللي هي الكليبسات نفسها، ار جي 11 في التليفونات، ار جي مش عارف 45 في الكابلات بتاعت النت، الكونكشن بتاع الكواكسيال كيبل مثلا في الكاميرات القديمه وهكذا. يلا ده اخر حاجه ناخد اخر حاجه اللي هي السماعات الساعات. ما في كاميرات؟ لا في. ما تجيب له كاميرا عشان نمشي. نجيب له كاميرا عشان نمشي. طبعا الساعات يا شباب بيبقى فيه منها سنجل فيس فيس دبل فيس، يعني انت لو ماشي بسرعه كده ممكن تلاقي السماعه من الناحيه الساعه من الناحيه دي والناحيه دي فيها ايه في الساعه من الناحيتين، تقدر اللي جاي من هنا يشوف الساعه كام واللي جاي من هنا يقدر يشوف الساعه كام. لو انا بركب ساعه مثلا على الجدار في اتجاه واحد يبقى دي سنجل ايه سنجل فيس. ببدا طبعا اجمع الساعات دي كلها بيدخل على الكنترولر او بيسموه الماستر كلوك سيستم. واهم حاجه في القصه دي اللي هي قصه مين؟ السينكرونايزيشن. من اهم المعلومات اللي هناخدها في كورس اللو كرنت الكلمه دي، ركز عليها. سينكرونايزيشن او بيسموها السينك، يقول لك انا مسنك مع الراجل ده، يعني مسنك معاه؟ يعني عامل تزامن معاه، فاهمه كده. ولذلك انت كنت تشوف في الماتشات كده تلاقي واحد ايه جول ولسه اصلا الجول ما جاش. الصوت والصوره لما نيجي ناخدهم الاوديو والفيديو بيتعمل ده لوحده وده لوحده وبيعمل بينهم ميكس، لازم يحصل بينهم ايه؟ سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن من الكلمات المهمه جدا يا شباب، سينكرونايزيشن اللي هو التزامن. بيعمل سينك بياخد من انتنا تمام من ايه؟ زي ما قال باشمهندس كده انا بظبط ساعات من ايه؟ من جي بي اس، بوصلها على الجي بي اس عشان اخد الكلوك بتاعتي مظبوطه من خلال السيستم، وببدا اوزع طبعا الساعات المركزيه حسب الفانكشن او حسب الوظيفه او حسب اهميه المبنى. واحد يقول لك انا مش عايز ساعه هنا اصلا، كل واحد يبص في الساعه بتاعته خلاص احط 5 6 ساعات في المبنى كله. واحد يقول لك لا ده لازم عشان قدام غرفه المدير وبتاع والناس ده رايحه جايه ومش عارفين، نحط مثلا كلوك سيستم ونقول ان احنا ايه ماستر كلوك سيستم وبتاع. فهي بتبقى حسب الفانكشن واهميه المبنى وحسب رغبه العميل، حسب رغبه العميل. في سؤال صغير، بتبقى شغاله ازاي؟ في بطاريات ولا ايه؟ اللي هي الساعه فيها بطاريات. ايوه فيها بطاريات، الساعه نفسها فيها بطاريه. امال الشغل ازاي؟ انا عشان لازم اقول لحضرتك حاجه، لازم 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 تبقى يا اما ان انا باخد باور، يا اما باخد باور من يو بي اس مثلا بوصلها على دائره اليو بي اس، او ببقى انا موصل حاجات بوصلها دي سي بطاريات. يعني انا دلوقتي عشان اشتغل لما نيجي نشتغل برضه في الكورس في حاجتين لازم انت تشتغل بيهم اللي هم ايه؟ الكنترول والباور. يبقى اي حد عشان يشتغل بياخد باور وبياخد كنترول. باخد باور عشان اكل واشرب وابقى كويس، طب باخد كنترول يبقى عشان اتحرك في اتجاه يمين وشمال واروح مش عارف فين واجي من فين، يبقى في كنترول وفي باور. الباور ده بيتاخد ازاي؟ ممكن اتاخد اخد اركب في الديفايس ده اركب بطاريه دي سي، وهو ده اللابتوب مش بيشتغل ببطاريات وبيشتغل بالشحن العادي تمام؟
يبقى انا ممكن اوصل الكلوك سيستم ده كله اوصلها على دايره ولذلك احنا ادي الرب ادي الرب اقصد ان يعني الساعات كلها مثلا بديها باور ولا كل واحده ليها لا لا كلهم باور واحد من خلال الكابل ده بيركب لها كابل انترنت اصلا اللي هو الباور اوفر ايثرنت من غير بطاريات يعني بطاريات لا شكرا ممكن انا احط في ساعات ممكن احط في ساعات الاقي فيها بطاريه والاقي فيها الكابل ده اه ممكن تاخد باور من خلال تمام بس هنا بياخد باور اهو بص ادي الباور سبلاي ده هو اللي بيدي الباور للكلوك كله يعني كل ساعه اه من الماستر كلوك ده هو اللي بيدي كل الساعات الباور بتحسب الكات 6 يعني بتحسب بقى الباور بتاعه ده من الكونسومشن باور القدره اللي ايه انت طبعا بس هنا الباور زي ما احنا قلنا في كل اللو كارنت مش اللي هي الباور العاليه اللي انت بتوع الكات 6 حاجات بسيطه انت الجهاز ده كله الماستر كلوك في الاخير انت بتوصله على فيش على سوكت عادي في ناس بتوصله على الامرجنسي يعني دايما معظم حاجات الكنترول او اللو كارنت بوصلها على اليو بي اس لان انا عايز لو قطعت الكهرباء من الترانسفورمر اليو بي اس يدخل اليو بي اس على بال ما يشتغل مين لو في جنريتور يشتغل الجنريتور يبقى برضه اليو بي اس شغال لان في حاجات كريتيكال ما ينفعش افصل عنها الكهرباء باي وضع ما له هو الكيبل حق الباور والكنترول تبع الساعه كيف يروح تو بيرز هو دايما الانستليشن اللي احنا قلنا عليها دي تمام انا بمشي ازاي يعني مثلا عندي ساعه كده وانا جايب الكابل كده بيبقى هنا في كونكشن ان واوت باخد كده تمام وبطلع بالسلك بمشي منه واروح للساعه اللي بعدها زي حتى شو الكشافات والكلام ده على التوالي على التوالي ولا على التوازي على التوالي سيريس سيريس ولا بارل والله بارل اللي هي حضرتك بارل هي ايه الساعات سيريس بس بالله الكشافات دي الكشافات بارل لا الكشافات لا انا مثلا بوصل اربع كشافات لا لازم اخدهم واخد على سلك واروح اوصل لازم بارلل لازم بارلل لازم بارلل لا هناخد ما هو ليه سيريس وليه بارلل طيب فصل فصل واحد ايه مشكله ايه مشكله السيريس لو موصل سيريس لو فصل فصل واحد كله بس كده خلاص انتهى لذلك احنا لما هنيجي ناخد في الكونكشنز بتاعه النتورك كنا بناخد ايه السيريس كونكشن وبعد كده بناخد الستار الستار اللي هي زي السويتش لو انت بصيت في السويتش السويتش عامل ازاي دلوقتي انا عندي زي مثلا ادي شبكه ادي كنترولر وموصل هنا بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 بي سي 4 لو انا موصل دول كده سيريس لوب لو ده حصل فيه اي دروب الدايره هنا بقت اوبن سيركت خلاص خلص دايره مفتوحه فتح كده الدنيا باظت اما انا لما اوصل ده مش انا في بورد في السويتش لو الكمبيوتر ده حصل له اي مشكله هل الباقيين بيقفوا لا ده بيفصل والباقيين ايه بيكملوا بيشتغلوا يبقى ده اسمه ايه ستار كونكشن هناخدها ان شاء الله في النتورك الستار كونكشن دي بتفيدني كان انا بعمل بارل كونكشن هنعرف ايه مزايا البارل كونكشن مزايا البارل كونكشن لو الكشاف ده حصل فيه مشكله مش هيأثر على الباقيين اما لو سيريال او سيريس بيفصل كل اللوف تمام هناخدها ان شاء الله بالتفصيل كل الامر عندنا ولذلك انت في خلاص اهو اخر حاجه في التفاصيل بتاعه التركيب في التفاصيل بتاعه التركيب بيبقى الديتيلز ازاي ياخد من ساعه لساعه ازاي ياخد من الكنترولر يعني دلوقتي في ديتيلز اوف انستليشن ان شاء الله هنشوف ان شاء الله بالتفصيل هنشوف نوصل ازاي في حاجات بتبقى ار جي بي هات نظام ار جي ايوه ار جي بركز من كونكشن لكونكشن اخد يعني ايه ار جي معلش دكتور شفت حضرتك البن اللي موجود شفت انت الكليبس ده احنا بنسمي الحاجه اللي بتعمل الراس بتاع الكابل ار جي ذكر منتهى يعني شفت كابل زي ذكر منتهى او ميلو في ميلو بس هو ده اللي بيحكم الاسلاك انت لو بصيت في الكابل العادي بتاع الانترنت ده هتلاقي فيه 8 اطراف بيسموه تويستد بير او بيسموه يو تي بي ان شيلد تويستد بير وفي نوع ثاني اسمه اس تي بي شيلد تويستد بير 8 اطراف ابيض برتقالي برتقالي ابيض اخضر ازرق ابيض ازرق اخضر بني بني 8 اطراف دول الكليبسه اللي انت بتعملها دي اسمها ار جي اسمها ار جي تمام ونستخدم لها حاجه اسمها ار جي بنعمل الكف يا باشا في مصر المحاضره جايه ان شاء الله صح وفيها باور بعد العيد بقى ان شاء الله بعد العيد على نفس اي ما خلاص رمضان داخل بس قبل ازاي شايل الداتا شايل باور اللي هي الباندويتس بقى ان انا بقى ولذلك انت ممكن تبعت 1000 مشترك مش حاجه في الاتصالات تقدر تبعت 1000 مشترك على نفس الكابل ان انت تغير ايه في الباندويتس بتاع الداتا يعني انا لما باجي ادي مثلا اذاعه القران الكريم وادي مش عارف اذاعه مش عارف جده وادي اذاعه مش عارف مين بعمل ايه هنا انا ده الفريكوانسي بحط السيجنال بتاعت القناه دي مثلا 100 مثلا كيلو هرتز اي رقم
ودي 150 ودي 200 وهكذا. بسيب باند ويدث هنا عشان ما يحصلش ان السيجنال بتبقى كده انترفيرنس. لو حصل كده هيحصل انترفيرنس. انت بتسمع قران كريم تلاقي واحده بتغني في النص. صحيح. والام والهيد فون الكلام ده هنبدا نشوف بقى الباند ويدث عرض النطاق ده كام عشان ما يحصلش الانترفيرنس. انا بس مش عايز ادخل في التفاصيل دي عشان الناس ما تكرهش الموضوع من الاول. لان في معانا معماري وفي معانا واحد مش كهرباء وفي معانا واحد مش اتصالات. فالتفاصيل دي هتاخدها معانا دفع. لكن هي جاية هنا بنفس الكابل. على نفس الكابل اقدر انقل كذا سجن. مش باور وكنترول بس. ده ممكن انقل مثلا 1000 كنترول. اقدر انقل كذا باور. على نفس الكابل. بتردد مختلف. الله يعني. ده ميزة الفايبر. ده ميزة الفايبر بقى. طيب سعداء جدا بيكم. وشرفتونا. ان شاء الله بعد لجنة. باذن الله تعالى يعني نبقى التواصل مع بعض المره دي ان شاء الله.